السلام عليكم طلابنا طلاب ثالثة ثانوي في مصر كلها، أهلا وسهلا بيكم وعودة جديدة ومحاضرة جديدة من محاضرات معسكر من أول السطر. المعسكر اللي اتكلمنا فيه وقلنا ان احنا ان شاء الله تعالى هنلم النص الأول من المنهج كاملا في 5 حلقات بس، 5 فيديوهات بينزلوا لك بشكل مستمر وشكل مستقر كل يوم سبت وثلاث، سبت وثلاث وبعديها يوم سبت، يعني في غضون 2.5 أسبوع بالظبط بتكون لميت النص الأول من المنهج كاملا، وبعديها بتكون قادر ان انت تتعامل مع النص الثاني من المنهج. قبل ما نتكلم على محاضرة النهاردة المحاضرة الجديدة، وقبل ما نبص على أي حاجة لازم نفتكر مع بعض، ما ننساش دلوقتي شير لايك سبسكرايب، تفاعلك معانا دايما بيخلينا مستمرين، تفاعلك معانا بيخلينا مكملين. شايفك وعارفك وواضح قدامي جدا ان انت لسه ما عملتش اشتراك في القناة، اعمل اشتراك حالا، وكمان فعل الجرس عشان يوصلك دايما كل حاجة جديدة تخصنا، وتكون دايما على استمرار بكل المعلومات اللي ممكن تفيدك في ثالثة ثانوي مادة اللغة العربية. كمان بذكر الناس ان لسه باب الاشتراك وباب وجودك معانا عشان تتابع معانا محاضرات الترم الثاني بشكل كامل على المنصة، او محاضرات النص الثاني من المنهج بشكل كامل على المنصة، لسه الباب مفتوح قدامك. كل اللي مطلوب منك تبعت بس رسالة واتساب للرقم اللي موجود قدامك على الشاشة او الرقم اللي موجود عندك في صندوق الوصف، وهو هيرد عليك بكل التفاصيل وكيفية الاشتراك وازاي ممكن تكون موجود معانا وتكون ما بين القطار، قطار طلبتنا اللي موجودة في مصر كلها من شرقها لغربها من شمالها لجنوبها في كل مكان موجود في مصر كلها. النهاردة مع بعض المحاضرة الرابعة من محاضرات معسكر من اول السطر، وده معناها ان احنا عندنا محاضرة واحدة بس وهيكون المعسكر بالنسبة لنا انتهى، المحاضرة المهمة جدا 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 واللي هيكون فيها الوحدة الثانية في النحو كاملة. هنلخص مع بعض ان شاء الله تعالى النهاردة الوحدة الثانية في النحو من البداية للنهاية، من اول درس لاخر درس، من اول الكلام عن المشتقات والاعمال بتاعتها، بعد كده للكلام عن المشتقات الغير عاملة، من الكلام عن المصادر، اسماء المصادر، المقصور والمنقوص والممدود، او حتى اخر درس موجود فيها اشهر الافعال الملازمه للبناء للمجهول. عايزك تستعين بالله، تكون مستعد، معاك ورقه وقلم، هتسجل فعلا كتير جدا 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 من المعلومات المهمه جدا 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 واللي هتحتاجها، ومعاك اي حاجه لو بتحب تاكلها او بتحب تشربها خليها قدامك، وهنبدا المحاضره بتاعتنا. ما ننساش لايك سبسكرايب، تفاعلك معانا يخلينا مستمرين، وما تنساش تكتب تحت في التعليقات دلوقتي مكمل التحدي، مكمل التحدي، ان شاء الله تعالى مكملين مع بعض التحدي لحد ما نوصل للحلقه الخامسه اللي هتنزل الاسبوع اللي جاي او يوم السبت اللي جاي ان شاء الله تعالى، واللي بيها هيكون خلص المعسكر، معسكر من اول السطر، ولمينا النص الاول من المنهج كاملا. يلا بينا هنتحرك دلوقتي مباشره. نبدأ مع بعض كده ونقول بسم الله الكلام عن الوحدة التانية في النحو. طبعا مش محتاجين نأكد على مدى أهمية الوحدة دي، وكمان إمكانية وجود الوحدة التانية في النحو في امتحانات آخر السنة. طبعا احنا مش بنقول إمكانية وجودها، لا ده هي أكيد كمان موجودة في الامتحانات، في كل امتحانات الثانوية العامة، وبتكون موجودة بعدد كبير من النقاط، وبيكون عليها يعتبر درجة أو من أكبر الوحدات اللي عليها درجات في امتحان مين النحو. نتكلم بعد كده عن الحجم بتاعها أو الوزن النسبي بتاعها جوه الامتحان، ولكن خلينا دلوقتي نبدأ في تلخيص الوحدة التانية في النحو، لأن مش عايز أطول عليك، أنا محتاج إن أنا أدي لك المعلومة بشكل مركز بالشكل اللي هيجي لك في الامتحان بالظبط، من غير ما نختصر، من غير ما نكروت، من غير ما نضيع عليك أي معلومة. فإن شاء الله تعالى هلخص الوحدة التانية في النحو فأقل زمن ممكن ولكن بأقوى تركيز ممكن، يعني زمن قليل ولكن مركزة بشكل محترم جدا، بنقدم لك كل المعلومات ان شاء الله تعالى بدون اي اختصار ولكن في زمن وقتي محدود تقدر تراجع من خلاله. انصحك ان انت تسمع المحاضرة دي مش في يوم واحد، او تسمع تلخيص الوحدة التانية مش في يوم واحد، لا تقسمها مثلا على يومين او اكتر من كده، بحيث ان انت تدي الوحدة حقها. يلا نبدأ مع بعض كده ونقول بسم الله. طبعا كلنا عارفين ان الوحدة التانية في النحو بتنقسم الى 3 اقسام. اول حاجة بنتكلم عن المشتقات سواء كانت عاملة او غير عاملة، بعد كده بنتكلم عن المصادر واسماء المصادر اللي هو المصدر الثلاثي والرباعي والخماسي والسداسي، واسماء المصادر اللي هو المصدر الميمي والمؤول والصناعي، اسم المرة واسم الهيئة، وبتختم الوحدة عندنا بالاسماء التلاتة المقصور والمنقوص والممدود، واخر درس موجود فيها درس صغير جدا اسمه اشهر الافعال الملازمة بناء المجهول، ده يعتبر محتويات الوحدة التانية في النحو. نقول بسم الله كده والوحدة التانية هتظهر قدامنا، وهو الكلام عن المشتقات العاملة، واول نقطة هنتكلم عنها وهي اسم الفاعل. المشتقات العاملة بالنسبة لنا نفتكر مع بعض ان المشتقات العاملة اسم الفاعل،
صيغة المبالغة واسم المفعول. ونفتكر معنى كلمة عاملة إن هي بتعمل عمل فعلها، فإذا كان اسم فاعل أو صيغة مبالغة فبترفع الفاعل بعدها، ولو فعل متعدي بترفع الفاعل وتنصب المفعول، ولو فعل متعدي المفعولين بترفع الفاعل وتنصب المفعول به أول والمفعول به ثاني. أما لو كان الكلمة بالنسبة لنا اسم مفعول فبترفع نائب فاعل بعديها، نائب فاعل بعديها، ولو كانت من فعل متعدي المفعولين فبترفع نائب فاعل وبتنصب مفعول به ثان. بنذكر بعض بالمعلومات دي طبعا. تعالوا مع بعض اول حاجه نتكلم عنها وهو اسم الفاعل. اسم الفاعل انا محتاجك تعرف عنه معلومتين في منتهى الاهميه ومنتهى الخطوره. يبقى تعرف عن اسم الفاعل كم معلومه؟ معلومتين، المعلومتين اهم من بعض. المعلومه الاولى لازم تتذكر معايا ان اسم الفاعل لا ياتي الا من الفعل المبني للمعلوم. يبقى مفيش اسم فاعل مبني من الفعل المبني للمجهول، لا، هو بيجي من الفعل المبني للمعلوم بس. فبجيب من كلمه كتب بقول كتب، علم علم، قرا قرئ الى اخره. تاني نقطه مهمه جدا 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 في اسم الفاعل، لازم تكون عارف ان اسم الفاعل بيدل على من قام بالفعل. يبقى اسم الفاعل بيدل على مين؟ بيدل على من قام بالفعل. زي لما بقول لك محمد كاتب الدرس، فكلمه كاتب هنا اسم فاعل بتدل على من قام بفعل الكتابة وهو مين؟ وهو محمد. طيب هنقول بسم الله كده. أول حاجة صياغة اسم الفاعل من الفعل الثلاثي. لازم تكون عارف إن أنا بحكم على الفعل من خلال الماضي. يعني لما أمسك لك كلمة زي كلمة قم، ما ينفعش تقول لي قم ده واحد اتنين يعني مكون من حرفين يبقى ده فعل ثنائي. أقول لك لأ، أجيب منه الماضي، فالماضي من قم قام، أعدهم ألاقيه تلاتة، يبقى ده فعل ثلاثي. او لما اجيب لك كلمه زي كلمه يلعب، ما ينفعش تقول لي الياء حرف واللام حرف والعين حرف والباء حرف فتقول لي ده فعل رباعي، اقول لك لا غلط، اجيب من يلعب الماضي، فالماضي من يلعب لعبة، اعد لعبة هلاقيه ثلاث حروف، يبقى ده بالنسبه لي فعل مين؟ فعل ثلاثي. فاسم الفاعل بياتي من الفعل الثلاثي على وزن ايه؟ على وزن فاعل، زي لما بقول كتب كاتب، علم عالم، رسم راسم الى اخره. ودي طبعا مجموعة من النماذج والأمثلة على صياغة اسم الفاعل من الفعل الثلاثي. ولو عندنا فكرة بنحاول نحط لك أمثلة بتتكلم عن الفكرة اللي احنا عايزين نتكلم عنها. فأول حاجة كلمة عالم فهي اسم فاعل من الفعل علم، طبعا ما عندناش أي فكرة. بعدها كلمة آخذ اسم فاعل من الفعل مين؟ أخذ. خد بالك إن أخذ بالنسبة لنا بهمزة كده، لما حبينا نجيب منه اسم الفاعل فعملنا له ألف مادية بالشكل ده فأصبحت آخذ أو آكل إلى آخره، كلها أسماء أفعال. بعدها بناخد كلمة زي كلمة خاصة، عايزك مركز معايا في كلمة خاصة ده بشكل دقيق شوية، ركز معايا. لما باخد كلمة زي كلمة خاصة بالشكل ده، تمام؟ فخاصة هنا اسم فاعل، لما أجي أجيب منها اسم الفاعل فبروح حاطط ألف بعد كلمة خاصة فتبقى خاص، زي القطاع الخاص، القطاع العام، زي كلمة ماد، زي كلمة شاد، كل الأفعال المشددة اللي بالشكل ده. خد بالك إن أنا بحط شدة على كلمة خاص أو ماد إلى آخره، إذا كان مشدد بحط شدة بس من غير علامة إعراب، لأن هو ممكن يجيب لي سؤال لافف في الامتحان ويروح يديني مجموعة من الاختيارات ويقول لي اختار الاختيار المناسب. لا، عايز مثال، زي لما أقول هنا تحدثت، ركز معايا، أقول لك هنا تحدثت، تمام، تحدثت عن القطاع، ويقول لي هنا كده كلمة، يحط لي شرطة أو يحط لي نقط، ويقول لي هنا الخاص، ويحط لي شدة وضمة، ولا يقول لي الخاص بالشكل ده ويحط لي شدة وفتحة، ولا يقول لي الخاص بالشكل ده ويحط لي شده وكسره، يقول لي اختار الاختيار المناسب. طبعا انا قلت لك بحط الشده بس، طب ليه ما بحطش معاها حاجه؟ لان الحاجه اللي احطها هتبقى علامه الاعراب المطلوبه. فعشان احط كلمه الخاص هنا لازم اعربها. فهنا عن حرف جر، القطاع هنا اسم مجرور. يبقى الكلمه اللي هتتحط هنا هيكون الاعراب بتاعها ايه؟ هيكون الاعراب بتاعها نعت الكلمة القطاع. فهيبقى نعت زيها نعت مجرور. فكلمه القطاع مجروره هنجيب لها نعت مجرور. فما ينفعش اخدها بضمه، الخاص بالضمه، ولا بالفتحه، فيبقى الاختيار المناسب بالنسبه لنا القطاع الخاص بكسره تحت مين؟ الشده، فهو ده الاختيار السليم رقم مين؟ رقم جيم، او اللي هي الثالثه بالنسبه لنا. اسم الفعل اللي بعديه هو كلمه سائل، عايزك تركز معايا في كلمه سائل ده كويس جدا جدا جدا، لان كلمه سائل
هي وزن مشترك أو اسم فاعل مشترك، سواء من الفعل سال أو من الفعل سأل. وهنا يجينا السؤال، إمتى يا مستر أقولها من الفعل سائل وإمتى أقولها من الفعل سأل؟ زي برضو كلمة زائر، فده اسم فاعل مشترك من الفعل زار والفعل زار. فهنا لازم أعرفك مفتاح مهم جدا لازم يكون معاك وإنت بتتعامل مع المشتقات. المفتاح ده بمنتهى ببساطة بيقولك إن سر المشتقات، سواء إذا كانت اسم فاعل اسم مفعول إلى آخره، سر المشتقات المعنى اللي بيحلل كل مشاكل المشتقات هو المعنى. يعني هنا لما بقولك الماء سائل، فطبعا ده اسم فاعل من الفعل سال، فهنا الماء سائل من الفعل سال. أما لما بقول الطالب سائل فده اسم فاعل من الفعل سأل. وركز معايا، ما عندناش أي مشكلة. بعدها برضو من أسماء الأفعال كلمة زي كلمة القاضي، وهنا لازم أوقفك وقفة مهمة جدا جدا جدا. لما يكون الفعل الثلاثي بالنسبة لنا معتل الآخر زي كلمة قضى، فلما أجي أجيب منه اسم الفاعل فأقول قضى قاضي، طبعا كلمة قاضي هنا بالنسبة لنا اسم منقوص، الاسم المنقوص هو اللي آخره ياء، ليست مشددة أو غير مشددة وقبلها مكسور، زي كلمة قاضي وكلمة سامي وكلمة نامي إلى آخره. فلو كان بالنسبة لنا الكلمة نهايتها ياء، في مواضع بحذف الياء دي فبقول قاض سام ساع، وفي مواضع بخلي الياء موجودة فبقول القاضي أو الساعي أو السامي. طب إمتى بعمل كده أو إمتى بعمل كده؟ هقول لك بمنتهى البساطة، اكتب ورايا. الياء هتكون موجودة في تعريف تعريف نصب، اكتب ورايا تاني. الياء هتكون موجودة إمتى؟ تعريف تعريف نصب، تاني اكتبها تاني. الياء هتكون موجودة إمتى؟ تعريف تعريف نصب. يعني لو الكلمة معرفة بأل فالياء هتكون موجودة، زي كلمة القاضي والساعي والسامي. وتاني حاجة في كلمة تعريف، لو الكلمة معرفة بالإضافة فالياء برضو هتكون موجودة، زي قاضي المدينة، زي ساعي البلدة إلى آخره. وآخر حاجة لو كانت الكلمة منصوبة فالياء برضو هتكون موجودة، فهقول قاضيا ساعيا ناميا إلى آخره. طب إمتى هتخلص من الياء؟ هتخلص من الياء في حالة إن الكلمة تكون نكرة مرفوعة أو مجرورة. قول معايا، نكرة مرفوعة أو مجرورة، يبقى إمتى هنحذف الياء ونعوض عنها بتنون بالكسر؟ نكرة مرفوعة أو مجرورة، فبنقول كلمة قاض ساع نام إلى آخره، لما تكون الكلمة مرفوعة أو مجرورة في حالة النكرة. ده بالنسبة لاسم الفاعل من الفعل مين؟ الثلاثي. طيب صياغة اسم الفاعل بقى من الفعل غير الثلاثي بنعمل إيه؟ نمسك الفعل الغير ثلاثي ده زي الفعل استخرج، ونروح جايبين منه المضارع فبنقول يستخرج، بعدها أقلب حرف المضارع ده من مضمومة وأكسر ما قبل الآخر، فأقول له استخرج يستخرج مستخرج، استفهم يستفهم مستفهم. وده زي ما واضح قدامنا كده كلمة مستخرج. بعدها راح جاب لي كلمة معطل، هي مش المفروض ان كلمة معطل جاية من الفعل مين؟ كلمة معطل المفروض ان هي جاية من الفعل اعطى، ما معتل اهو، فجيب منه المضارع، المضارع منها هتبقى يعطي، هقلب حرف المضارعة من مضمومة واكسر ما قبل الاخر فهتبقى معطي. هلاحظ في كلمة معطي هنا ان النهاية ياء واللي قبلها مكسور، فتعامل برضو معاملة الاسم المنقوص اللي احنا متعاملين فيها في كلمة القاضي دلوقتي. فهنرجع لنفس الكلام، الياء هتكون موجودة في حالة تعريف تعريف نصب، يعني لو الكلمة معرفة بقل الياء هتكون موجودة فأقول المعطي، ولو الكلمة معرفة بالإضافة برضو الياء هتكون موجودة فأقول معطي الناس، ولو الكلمة منصوبة برضو الياء هتكون موجودة فهقول معطيا. ولكن هنحذف الياء دي ونعوض عنها بتنوين بالكسر لو كانت الكلمة نكرة، لو كانت الكلمة نكرة، وفي حالة الرفع أو في حالة الجر يبقى نكرة مرفوعة أو مجرورة هحذف الياء وعوض عنها بتنوين بالكسر فبقول معطل. وبرضو من أسماء الأفعال كلمة زي كلمة مختار وكلمة زي كلمة محتل. المشكلة في الأفعال دي واللي شبهها زي كلمة مختار وكلمة محتار وزي كلمة محتل وكلمة مشتد إلى آخره، هلاقي إن كل الكلام اللي بقوله ده ما قبل الآخر مفتوح، أو زي كلمة مختار ما قبل الآخر هنا ألف مادية. طيب هو مش المفروض إن أنا بكسر ما قبل الآخر؟
فالمفروض ان انا اقول مختير او اقول محتل. بس لو تلاحظ واحنا بنقول مختير او محتل او غيره الصوت بالنسبه لنا مش مناسب قوي. فقال لك لا، انا هسيبها على وضعها، اللي قبل الاخر مفتوح او اللي قبل الاخر فيه مد بالالف عادي، فبقول مختار، او بفتح ما قبل الاخر فبقول محتل. وفي الحالة دي المعنى يفرق ما بين المشتقات اللي احنا قلناه من شوية، سر المشتقات المعنى. فلو قلت اسرائيل محتلة، هو مين اللي محتل؟ اسرائيل، فده بالنسبة لنا هيبقى اسم فاعل. اما لو قلت القدس محتلة، اكيد القدس ما احتلتش نفسها، فاصبحت محتلة هنا بالنسبة لنا هتبقى اسم مين؟ مفعول. يبقى مين اللي فرق بالنسبة لنا؟ اللي فرق هو المعنى. ده كان الكلام عن اسم مين؟ الفاعل. تعالوا مع بعض نبدأ نتحرك لدرس كمان في المشتقات، وهو الكلام عن صيغ مين؟ عن صيغ المبالغة. مبدئيا زي ما خدنا معلومتين عن اسم الفاعل، فمحتاجين ناخد معلومتين عن صيغ المبالغة. أول حاجة، صيغ المبالغة زيها زي اسم الفاعل، بتأتي من الفعل المبني للمعلوم فقط، فبجيبها من كلمة زي كلمة كتب، بس بقدرش أجيبها من كلمة كتب. تاني نقطة في صيغة المبالغة لازم نبقى عارفينها، إن صيغة المبالغة يا شباب بتأتي من الفعل الثلاثي، يبقى صيغة المبالغة دايما هجيبها من الفعل مين؟ الثلاثي. زي كلمة لبقة هروح قايل له لبق، وزي كلمة صبرة فروح قايل له صبور، فتأتي من الفعل مين؟ الثلاثي. ولكن أحيانا تأتي صيغة المبالغة من الفعل الرباعي، يبقى صيغ المبالغة بتأتي من الثلاثي ولكن أحيانا تأتي من الفعل الرباعي، زي كلمة أعطى، ده فعل رباعي، ممكن أجيب منها صيغة مبالغة فأقول له معطاء. ولكن الأكثر والحالات الأكثر ورودا هي أن صيغة المبالغة بتأتي فقط من الفعل مين؟ الثلاثي. النقطة الثالثة، صيغة المبالغة زيها زي اسم الفاعل بتعبر على من قام بالفعل، يبقى صيغة المبالغة هتتكلم عن مين؟ هتتكلم عن الراجل اللي قام بمين؟ اللي قام بالفعل. ولكن الفرق ما بين صيغة المبالغة واسم الفاعل ان صيغة المبالغة بتعبر على من قام بالفعل، ولكن بتعبر على من قام بالفعل ولكن بكثرة، يعني بتعبر عنه ولكن بكثرة يعني بكتير. زي لما بقول دلوقتي الرجل شاكر، يعني ممكن يكون شكر مرة واحدة، ولكن لما اقول الرجل شكور يعني كثير الشكر. حلو جدا. صيغة المبالغة نذكر مع بعض كده وبالراحة، صيغة المبالغة بتأتي على 5 أوزان مشهورة. بتيجي على كم وزن؟ 5 أوزان مشهورة. الوزن الأول هو وزن فاعل بفتح الفاء وكسر العين، زي كلمة لبق وحذر وثمن إلى آخره. الوزن الثاني بنحط واو بعد العين فبنقول له فعول، زي سبور وأكول وجسور إلى آخره. خد بالك برضو أن كلمة عفو بالنسبة لنا كلمة زي كلمة عفو، وكلمة زي كلمة عدو إلى آخره، فدي تعتبر برضو صيغ مبالغة على وزن فعول. ليه؟ لأن لو بصينا على الواو هنا هنلاقي أن الواو هنا مشددة، معنى أن هي مشددة يبقى المفروض أن هي كم واو؟ المفروض أن هي واوين، فالمفروض أن هي مكتوبة بالشكل ده، فدي صيغ مبالغة على وزن مين؟ على وزن فعول. الوزن الثالث لصيغ المبالغة أن احنا نروح مستغنين عن الواو دي ونعوض عنها بياء، فبقول له فعيل، زي كلمة عظيم، زي كلمة نذير. وطبعا نذير دي صيغة مبالغة من فعل رباعي، وهو الفعل مين؟ وهو الفعل أنذر، فبنقول له أنذر نذير. وبقول له كلمة قوي وعلي وشقي، فبرضو دي صيغ مبالغة على وزن فعيل، لأن الياء هنا مشددة، لو هفك الياء يا شباب فهتساوي بالنسبة لنا 2 ياء. يبقى كلمات زي عفو وعدو صيغ مبالغة على وزن فعول، أما كلمات زي غني وعلي وشقي وقوي كل دي بالنسبة لي صيغ مبالغة على وزن مين؟ على وزن فعيل. الوزن الثالث لصيغ المبالغة وزن فعال، زي قال قوال، صام صوام، وبكى بكاء، وشكى شكاء. ودايما لما بيكون العلة في الآخر بتجيب معايا همزة في صيغ المبالغة، فبقول شكى أقول شكاء، جابت معايا همزة في النهاية. بكى بكاء، نوى نواء إلى آخره. وآخر وزن من أوزان صيغ المبالغة هو وزن مفعال، زي كلمة مكثار وكلمة منشار وكلمة مدراك، برضو مدراك صيغة مبالغة من فعل رباعي،
هو الفعل أدرك، بس خد بالك إن كلمة مفعال هو وزن مشترك ما بين صيغة المبالغة وما بين اسم الآلة. يعني مفعال ممكن أستخدمها في اسم الآلة أو كاسم آلة، ومفعال ممكن أستخدمها كصيغة مبالغة. ودايما زي ما بنقول من شوية، سر المشتقات المعنى، يعني المعنى هو اللي هيفرق. فلو قلت الرجل منشار للخير، يعني معناها كثير النشر للخير، فدي صيغة مبالغة. ولكن لو قلت أستخدم المنشار، لا، المنشار هنا هتبقى بالنسبة لنا اسم مين؟ اسم آلة. فنبقى واخدين بالنا من حاجة زي كده، إن وزن مفعال هو صيغة مشتركة أو وزن مشترك ما بين مين يا شباب؟ ما بين اسم أو صيغ المبالغة وبين اسم مين؟ اسم الآلة. تعالوا نتحرك لحاجة كمان، وهي إيه؟ اسم المفعول. ولكن خد نفسك لحظات وكمل معانا. يلا بينا بقى كده، خلاص خدت نفسك، نتكلم على اسم المفعول. ركز معايا بقى كده، زي ما خدنا معلومتين في بداية الكلام عن صيغ المبالغة واسم الفاعل، نفس الكلام عندنا معلومتين مهمين لاسم المفعول. أول حاجة، اسم المفعول بيجي من الفعل المبني للمجهول، يبقى عكس صيغ المبالغة وعكس اسم الفاعل. اسم الفاعل وصيغ المبالغة بيجي من الفعل المبني للمعلوم، لا، اسم المفعول بيأتي من الفعل المبني للمجهول. فبجيب من كتب، بس ما اقدرش اجيب من كتب. دي معلومة رقم واحد. معلومة رقم اتنين، اسم المفعول بيأتي او بيعبر على من وقع عليه الفعل. اسم الفاعل وصيغة المبالغة كانوا بيعبروا على من قام بالفعل، ولكن اسم المفعول يدل على من وقع عليه الفعل. زي لما بقول الدرس مقروء، لا، هو الدرس ما قراش نفسه، ده في حد هو اللي قرا مين الدرس. فالنقطتين دول اهم من بعض. طيب تعالى بقى كلمني في البداية، اسم المفعول رقم واحد من الفعل الثلاثي، وعرفنا معنى كلمة من الفعل الثلاثي، يعني ماضي من ثلاث حروف. فيأتي اسم المفعول من الفعل الثلاثي على وزن مفعول، زي لما أقول كتب مكتوب، ورسم مرسوم. ولكن عندنا نقطة مهمة جدا جدا جدا، وأنا بتكلم على اسم المفعول لازم تكون مركز في الكلام اللي قدامي دوا وبذكرك بيه. لما بيكون الفعل معتل الوسط زي كلمة قال، أو معتل الوسط زي كلمة باع، أو معتل الوسط زي كلمة نام، ركز ومش عايزك تنام. أو لما بيكون الفعل معتل الآخر، زي لما أخد كلمة زي كلمة قضى، أهو معتل الآخر بالألف، أو كلمة زي كلمة سما، أو كلمة زي كلمة سعى، كل ده بالنسبة لنا معتل الآخر. إحنا عندنا في الفعل الماضي إذا كان في النص ألف أو في النهاية ألف، مفيش حاجة اسمها كده، يعني مفيش علة في الوسط ألف ومفيش علة في النهاية ألف. تقول لي لا، ما ها في كلمة قال وكلمة قضى. أقول لك لا، هو أصلا الألف دي كانت حرف تاني، وعشان صعوبة النطق بدلنا الحرف التاني ده بحرف مين؟ بدلنا الحرف التاني ده بحرف الألف. فالألف ده يعتبر قناع لحرف مين تاني، لذلك سمينا الألف اللي موجودة عندنا في الوسط أو النهاية دي سميناها ألف منقلبة عن أصل، يعني كان لها أصل تاني. طيب بجيب الأصل ده إزاي؟ بجيب الأصل ده عن طريقين، يا إما بجيب الأصل ده عن طريق المضارع، يعني بجيب من الكلمة الفعل المضارع، يا إما بجيب الأصل ده عن طريق المصدر، فبجيب من الكلمة المصدر. فلما أجي عند كلمة مثلا، لما أجي أخد كلمة زي كلمة قال، تعالوا مع بعض نشتغل عليها. فهجيب قال، أروح جاب المضارع منها، المضارع منها هيبقى يقول. حلو جدا. فهنا الألف أصبح أصلها إيه؟ أصلها واو. بروح جاي كلمة قال وبدل حرف المضارع الياء ده، وروح منزل الكلمة زي ما هي، فأصبح اسم المفعول من كلمة قال هو مقول. وخد بالك إن كلمة مقول على وزن مفعل بضم العين، يبقى كلمة مقول على وزن مين؟ على وزن مفعل. طب لما أخد فعل تاني زي الفعل باع، بجيب منه المضارع فبروح قايل له يبيع، يبقى هنا الألف أصبح أصلها إيه؟ أصلها ياء. أبدل حرف المضارع الياء ده وأخليه ميمي، فأصبح اسم المفعول من كلمة باع هو مبيع. وخد بالك إن كلمة مبيع على وزن مفعل بكسر العين، يبقى لو كان الوسط واو تبقى على وزن مفعل بضم العين، ولو كان الوسط ياء تبقى على وزن مفعل بكسر العين. طب لما ناخد فعل أخير زي الفعل نام، المضارع من نام هو ينام، فهنلاحظ إن الألف لسه موجودة عندنا إيه؟ لسه الألف موجودة عندنا ألف. فنعمل إيه؟ نروح جايبين المصدر، فبقول لعب لعبا قام قياما نام
نوما. يبقى الالف في كلمه نام هنا الاصل بتاعها مين؟ الاصل بتاعها واو، لان المصدر منها نوم، فبروح رامي ميم في البدايه فاصبح كلمه زي كلمه نام، اسم المفعول منها منوم على وزن مفعول بضم العين. اما لما ناخد كلمه زي كلمه قضى برضو العله في الاخر، فنروح نجيب المضارع منها، المضارع منها يقضي، يبقى الالف هنا الاصل بتاعها اصبح مين يا شباب؟ ياء. اوعى حد يقول لي هنا ما هي قضى كانت مكتوبه بالياء اصلا، اقول لك لا، ده دي الف لينه، بننطقها الف وبننطقها الف ولكن بنكتبها ياء، فبنقول قضى. انما لما جبت المضارع منها فقلت يقضي، فانا نطقتها اصلا لا ياء، يبقى الالف هنا اصبح اصلها مين؟ اصبح اصلها ياء. بنروح جايين للياء اللي في البدايه دي اللي هي ياء المضارعه او حرف المضارعه، نروح قلبينه الميم ونروح حاطين شده في الاخر، فتبقى قضى مقضيه. تمام ولا ايه؟ وطبعا كلمه نقضيه على وزن مفعول عادي خالص، كل اللي جاي ده على وزن مفعول، انما بتبقى على وزن مفعول او مفعل ده في حاله لما يكون معتل الوسط بس. طيب سما هروح جايب المضارع منها، المضارع منها يسمو، يبقى الالف هنا اصلها واو، اروح قلب حرف المضارعه ده الميم واروح حاطط شده في الاخر، فتبقى سما مسمو وبرده على وزن مفعول. طيب كلمه زي كلمه سعه، اجيب المضارع منها يسعى، لسه الالف موجوده عندي الف، اروح جايب المصدر منها سعي. تمام كده ولا ايه؟ واروح حاطط ميم في البدايه وشده في الاخر فتبقى مسعي، سعه مسعي، ده اسم المفعول منها، وطبعا مسعي على وزن ايه؟ على وزن مفعول. فنركز في الكلام اللي احنا قلناه ده، وطبعا واضح قدامنا اهو، زي كلمه مقول من قال على وزن مفعول، وكلمه مبيع من باع على وزن مفعل بكسر مين؟ بكسر الفاء. خد بالك بس احنا اتلخبطنا كده من شويه، هو بضم الفاء فبقول مفعل، او بكسر الفاء فبنقول مفعل يعني، والعين بتبقى ساكنه عادي خالص. طيب سما مسمو، قضى مقضي الى اخره. طيب اسم المفعول بقى من الفعل غير الثلاثي سهل جدا، بنجيب المضارع ونقلب حرف المضارعه من مضمومه ونفتح ما قبل الاخر، فبقول له استخرج يستخرج مستخرج، استفهم يستفهم مستفهم، اعطى يعطي معطى، اختار يختار مختار، واحتل يحتل محتل. قلت لك في الافعال اللي بيشترك فيها اسم الفعل واسم المفعول المعنى هو اللي بيفرق والمعنى هو اللي بيوضح. تعالوا مع بعض نتحرك بقى للنقطة الأهم في الكلام اللي قدامنا ده، وهو الكلام عن إعمال المشتقات. بص يا شباب، لما نيجي نتكلم عن إعمال المشتقات مش عايزين بقى نرغي كتير، لأن احنا بنراجع مع بعض وعايزين نحصر الدنيا. هقول لك بمنتهى البساطة إن اللي بعد اسم الفاعل واللي بعد صيغ المبالغة يا بيعرب فاعل يا بيعرب مفعول به، يا بيعرب مفعول به أول ومفعول به ثاني لو كان الفعل بينصب مفعولين، ولو بعد اسم المفعول اللي بعد اسم المفعول يا بيعرب نائب فاعل، يا إما اللي بعديه بيعرب نائب فاعل، واللي بعد اللي بعديه بيعرب مفعول به مين؟ مفعول به ثان. ده بالنسبة للإعراب بتاع الكلمات اللي بعد المشتقات. والكلمة اللي بعد المشتق بنسميها المعمول، فلو قال لي حدد المعمول فهنجيب الكلمة المتصلة اللي موجودة بعد مين؟ بعد المشتق. بس ثواني، عشان تقدر تفهم المشتقات محتاجك تفهم التنويهات اللي قدامنا دي. اول حاجه يا شباب، المشتق لو دل على علم او دل على مهنه، وده المهم بالنسبه لنا، المشتق اذا دل على علم يعني اسم انسان مثلا، واذا دل على مهنه او دل على صفه ثابته، يبقى لو دل على علم او مهنه او صفه ثابته فالمشتق لا يعمل. يعني ايه لا يعمل؟ يعني ما بيكونش بعديه لا فاعل ولا مفعول ولا اي حاجه. زي لما بقول القاضي يحكم بالعدل، هنا اسم الفاعل القاضي ملوش معمول. ليه؟ لان بيدل على المهنه اللي هي مهنه القضاء. وزي لما اقول حضر او سامي حضر الحفل، فكلمه سامي اسم فاعل على وزن فاعل ولكن مشتق غير عامل. ليه؟ لان كلمه سامي هنا دل على مين؟ دل على العمل. او زي لما اقول دل على العلم، أو زي لما أقول أعطيت الفقير مالا، فهنا مالا دي مفعول به مش لكلمة الفقير، مالا هنا مفعول به ثاني للفعل أعطى، وكلمة الفقير هنا تعتبر صفة ثابتة فيه اللي هي بالنسبة لي وكأنها تساوي المهنة، وكأنها تساوي مين؟ المهنة.
فأصبحت كلمة الفقير بالنسبة لنا هنا مشتق إيه؟ مشتق ليس عاملا أو غير عامل. يبقى أول حاجة قبل ما تكمل ما أتكلم أصلا عن إعمال المشتقات، أبروز النقطة دي وأحطها لوحديها، وتذكر دايما إن العلم والمهنة دي إذا كانت مشتق فتبقى مشتق لا يعمل دايما. العلم والمهنة لا يعمل أبدا. طبعا العلم اللي هو اسم مين؟ اسم الإنسان. ولكن ركز معايا بقى في بداية الكلام عن المشتقات بجد. أول حاجة يا شباب، إذا كان المشتق معرف بأل، يعني لو كان المشتق فيه ألف ولام، فإنه يعمل دائما بدون أي شروط. يبقى لو المشتق معرف بأل فيه ألف ولام يعمل دائما بدون أي شروط، بس المهم إيه؟ يكون مش بيدل لا على علم ولا بيدل على مهنة. وده زي لما بقول الفاهم الدرس مجتهد. فين اسم الفاعل هنا؟ اسم الفاعل بالنسبة لنا هنا الفاهم، فده اسم فاعل عامل. ليه؟ لأنه اقترن بأل، وإذا اقترن بأل يعمل بدون أي شرط. فالفاهم هنا مبتدأ. طب كلمة مجتهد هنا خبر. يتبقى عندي إعراب كلمة الدرس. عشان تقدر تعرف معمول المشتق هات الفعل المضارع عادي خالص، فأقول يفهم الدرس. يفهم فعل مضارع، الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. هو هيفهم إيه؟ الدرس. يبقى الدرس هنا الإعراب بتاعها إيه؟ مفعول به. فلما بقول الفاهم الدرس يبقى الدرس هنا هيكون الإعراب بتاعها مفعول به لاسم الفاعل العامل فاهم. ولما أقول سرني الكريم أبناؤه، طبعا الكريم هنا صيغة مبالغة عاملة على وزن فعيل، والإعراب بتاع كلمة الكريم هنا فاعل. طبعا دي عاملة لأنها مقترنة بمين؟ مقترنة بأل أو متصلة بأل الموصولة اللي هي بمعنى الذي. طب عايز أعرف كلمة أبناؤه، هو مين اللي كريم؟ الأبناء هم اللي كرماء. يبقى إعراب كلمة أبناؤه هنا هيكون الإعراب بتاعها فاعل. فاعل لمين؟ لصيغة المبالغة العاملة كريم. والتالتة زي لما أقول المحمود خلقه محبوب، برضو المحمود هنا اسم مفعول عامل لأنه مقترن بأل. المحمود هنا الإعراب بتاعها مبتدأ، المحمود خلقه ماله؟ محبوب. يبقى محبوب هنا بالنسبة لنا خبر. طب أنا عايز أعرف كلمة خلقه، محمود هنا اسم مفعول، يبقى كلمة خلقه هنا الإعراب بتاعها هيكون إيه؟ الإعراب بتاعها هيكون نائب فاعل. الإعراب بتاعها هيكون نائب فاعل. تعالوا بقى نتحرك لكلام مهم جدا جدا جدا، وهو إذا كان المشتق غير معرف بأل، يعني لو المشتق نكرة. هقول لك بمنتهى البساطة، أنا عايزك في الحالة دي مشغل عينك، هقول لك لو شفت دي يبقى اللي بعدها أعربه كذا، ولو شفت دي يبقى اللي بعدها أعربه كذا، بمنتهى البساطة. يبقى هنشغل إيه؟ هنشغل عينينا بس. فأول حاجة لو أنت لقيت في الكلمة اللي هو اسم الفعل أو اسم المفعول أو صيغة المبالغة، لو أنت لقيت فيها تنوين، يعني لقيت الكلمة منونة، أو لقيت فيها نون المثنى والجمع زي كلمة محققون ومحققين ومحققان ومحققين، فلو لقيت التنوين أو نون المثنى والجمع فعلى طول هتقول على المشتق ده عامل واللي بعده المعمول. يبقى لو لقيت التنوين أو نون المثنى والجمع المشتق هيكون عامل واللي بعده المعمول. ايه هو اعراب المعمول؟ فاعل او مفعول او نائب فاعل، ايا كان الاعراب بتاعه. ركز معايا في اللي هقوله ده بقى يا شباب. لما بمسك مثال زي اللي قدامنا ده اللي انا بقول اظن الطالب الدرس سهلا، هنمسك بالنسبة لنا هنا الهمزة اللي في كلمة ظن. طبعا انا ثبتت معاكم اكتر من مرة وقلت لك ان انا اول ما الاقي هل والهمزة هتعامل معاهم ان هو ان هم هوا، كانهم مش موجودين اصلا هل والهمزة. فأحذف الهمزة من كلمة أظن هنا، فكأني ببدأ الجملة بتاعتي بكلمة ظن، ده اسم بدأت بالكلام. الإعراب بتاعه هنا مبتدأ مرفوع علامة رفع الضم. طب كلمة الطالب فاعل، الدرس مفعول به أول، سهلا مفعول به ثاني. فهنا يجي السؤال، طب يا مستر أنت طلعت لي المبتدأ وأنا في حياتي أعرف إن لأي مبتدأ في الدنيا دي خبر، هو فين الخبر في جملة زي دي؟ أقول لك في الحالة دي، في حالة إن المشتق يكون عامل ومصبوغ بهمزة استفهام أو مصبوغ بهل أو مصبوغ بنفي، في الحالة دي المعمول بنقول عليه سد مسد الخبر، يعني بيجي مكان مين الخبر. فهنا بنقول إن الطالب الدرس سهلا معمول بالنسبة لنا سد مسد الخبر للمبتدأ اللي هو مين؟ ظن. طيب لما بقول هنا العلماء محققون المجد، واخد بالك إن كلمة محققون هنا فيها نون؟ آه فيها نون. إذا ده بالنسبة لنا مشتق عامل
واللي بعده هيكون المعمول، تنوين ونون مشتق عامل ومعمول. زي انا بقول هنا العلماء، يبقى العلماء هنا مبتدا، محققون هنا خبر مرفوع بالواو، محققون ايه المجد، يبقى المجد هنا هيكون معمول المشتق محققون. طبعا الفاعل ضمير مستتر تقديره هم، اي العلماء محققون، هم محققين من هنا المجد، يبقى المجد هنا الاعراب بتاعها هيكون مفعول به. وزي برضو لما اقول ما محسوب الدرس سهلا، فطبعا هنا ما عاملة، او ما هنا خلت المشتق اللي هو محسوب اللي هو اسم مفعول بالنسبة لنا خلته عامل. ليه خلته عامل؟ لان هنا سبق بمين؟ سبق بنفي، يبقى محسوب هنا مشتق عامل. طب الدرس هنا الاعراب بتاعها طبعا هيكون نائب فاعل لاسم المفعول مين؟ نائب فاعل لاسم المفعول محسوب. طب كلمة سهلا محسوب من الفعل حسب، وحسب من اخوات زنب ينصب كم مفعول؟ مفعولين. كأني بقول حسب الطالب الدرس سهلا، فالطالب فاعل، الدرس مفعول به اول، سهلا مفعول به ثاني. لما بنيته للمجهول هتبقى حسب الدرس سهلا. الدرس تحولت اصبحت نائب فاعل، وسهلا اللي كانت في المبني للمعلوم كانت مفعول به ثاني، فتظل لو بنيت الجملة للمجهول تفضل زي ما هي برضو مفعول به مين ثاني. فلما بقول ما محسوب الدرس سهلا، الدرس هنا الاعراب بتاعها هيكون نائب فاعل، وكلمة سهلا هنا الاعراب بتاعها هيكون مفعول به ثاني. طب سبب عمل المشتق محسوب، السبب ان هي سبقت بمين هنا؟ سبقت بنفي. احنا قلنا لو لقينا التنوين او النون مشتق عامل واللي بعده المعمول، ولكن لو ما لقيتش التنوين والنون، لو حذف من عندي التنوين او نون المثنى والجاء والجمع هيفضل المشتق عامل، ولكن اللي بعده هيعرب مضاف اليه. يبقى لو ما لقيتش التنوين ولا لقيت نون المثنى والجمع يفضل المشتق زي ما هو عامل، ولكن اللي بعديه مش هيكون اعرابه اعراب المعمول، لا اللي بعديه هيكون الاعراب بتاعه مضاف اليه. زي لما اقول هذا رجل كريم ابنائه، لو بصينا على كلمة كريم هنا هنلاقي ان فيها مين يا شباب؟ هنلاقي ان هي غير منونة، حطت لي ضمة واحدة بس. من غير ما افكر اللي بعديها هيكون الاعراب اللي بعديها وانا مغمض هيكون اعرابه مضاف اليه. او زي لما اقول العلماء محققوا المجد، برضو لو بصيت على كلمة محققوا هنا هلاقي النون مش موجودة، يبقى من غير ما افكر اعراب كلمة المجد هنا هيكون ايه؟ مضاف اليه. يبقى تنوين ونون عامل ومعمول، من غير تنوين ونون عامل واللي بعده مضاف اليه. حلو جدا. النقطة اللي بعديها، من شوية احنا اخدنا في اسم الفاعل ونوهنا عنها، ان احنا عندنا لما بيكون اسم الفاعل نهايته ياء، زي كلمة معطي وكلمة مربي وكلمة سامي وكلمة قاضي الى اخره. فقلنا ان لو الياء موجودة بتكون موجودة في حالة التعريف بقل، او في حالة التعريف بالاضافة، او في حالة النصب. فخد بالك معايا بقى، لو انت لقيت الكلمة نكرة والياء محذوفة منها فده مشتق عامل واللي بعده المعمول. يبقى لو الياء محذوفة مشتق عامل واللي بعده المعمول. اما لو لقيت الياء موجودة فده مشتق عامل، ولكن اللي بعده الاعراب بتاعه هيكون مضاف اليه. وبذكرك بنقطة مهمة من الوحدة الاولى، لما قلنا ان لما يكون الواو الهمزة على واو بالشكل ده وبعدها ضمير، معنى كده ان الهمزة هتكون في حالة رفع، ولو كانت الهمزة على سطر بالشكل ده وبعدها ضمير معنى كده ان هي في حالة نصب، ولو كانت الهمزة على ياء بالشكل ده وبعدها ضمير فمعنى كده ان هي في حالة جر. عايزك تفتكر النقاط دي بشكل كويس جدا. ونبص على الامثلة هنا، بنقول هنا أمعطن الرجل ابناءه مالا. ركز ان كلمة معطي كان الاصل بتاعها المفروض معطي، ولكن حذفنا الياء. ما دام حذفنا الياء يبقى ده مشتق عامل واللي بعده هيكون المعمول، فاصبح اعراب الرجل بالنسبة لنا هيكون الاعراب بتاعها فاعل لكلمة معطن. ابناءه هنا الاعراب بتاعها هيكون مفعول به، لذلك كتبنا الهمزة على سطر، طبعا ده مفعول به اول لان معطي من الفعل اعطى، واعطى بينصب مفعولين، وكلمة مالا هنا هتكون مفعول به ثاني. وما ننساش ان كلمة معطن هنا سبقت بهمزة استفهام، فهنا معطن هنا مبتدأ، والمعمول اللي هو الرجل ابناؤه مالا سد مسد الخبر، جه مكان الخبر زي ما اتكلمنا عليها من شوية. ولكن لما بنقول الرجل مربي ابنائه، مربي هنا الياء موجودة، ما دام الياء موجودة يبقى ده مشتق عامل واللي بعده مضاف اليه، اللي بعده هيعرب ايه؟ مضاف اليه.
فكلمه الرجل هنا اعرابها مبتدا، مربي هنا خبر، ابنائي هنا الاعراب بتاعها هيكون يا شباب مضاف اليه. لذلك لو نلاحظ ان احنا عملنا ايه، لو نلاحظ ان احنا كتبنا الهمزه على ياء فقلنا ابنائه، لان الهمزه في حاله الجر بترسم على مين؟ على ياء. ده كان الكلام عن المشتقات العامله والكلام عن اعمال المشتقات. حاولنا ان احنا نجيب لك الافكار بتاعته كامله. تعالوا مع بعض نتحرك لجزء كمان وهو الكلام عن المشتقات الغير عامله وبدايه الكلام عن اسم التفضيل، ولكن خد نفسك زي متعودين وارجع كمل معانا. نرجع مع بعض كده واحده واحده تاني للكلام عن اسم التفضيل والاحكام بتاعته. اسم التفضيل درس من الدروس السهله والبسيطه، ولكن في نقطه مهمه جدا جدا في اسم التفضيل وهي احكام اسم التفضيل. تعالوا نبدا مع بعض وبعد كده نتعرف يعني اصلا كل نقطه من النقاط دي. لما نيجي نتكلم عن اسم التفضيل، هو عباره عن اسم بنقارن بيه ما بين حاجتين مشتركين في صفه واحده، ولكن حد بيتفوق على التاني. يعني لما اقول دلوقتي مثلا الاسد، زي المثال اللي مكتوب على التابلت قدامنا، لما اقول الاسد اسرع من النمر، فهنا انا بقارن ما بين مين ومين؟ بقارن ما بين الاسد وما بين النمر في صفه مشتركه ما بينهم اللي هي صفه السرعه. الاثنين سرع، ولكن في حد بيتفوق على التاني، فتفوق الاسد على مين؟ على مين هنا؟ تفوق على النمر. فهنا ده اسم التفضيل، بقارن بيه ما بين حاجتين مشتركين في صفه معينه، بس في حاجه تفوقت على مين؟ تفوقت على التانيه. عايزك تلاحظ معايا بشكل كبير جدا جدا لما نيجي نتكلم عن اسم التفضيل. مبدئيا اسم التفضيل بيصاغ من الفعل الثلاثي، فيصاغ اسم التفضيل دايما على وزن افعل. يبقى اسم التفضيل يصاغ على وزن مين؟ افعل، زي كلمه افضل وكلمه اعظم والى اخره. بالنسبه لي مش عايزك تنسى ابدا ان الفاظ زي الفاظ اخص، اعم، احق الى اخره، فدي كلها بالنسبه لنا اسماء تفضيل، وهنا بس اتكتبت بالشكل ده عشان عندنا حرف مشدد، فاصبحت اخص، احق، اعم، كلها بالنسبه لنا اسماء تفضيل. برضو من النقاط المهمه جدا 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 ان الالفاظ خير وشر وحب، الالفاظ خير وشر وحب، فدي اسماء تفضيل حذفت منها الهمزه للتخفيف، فكان اصلها اخير وكان اصلها اشر وكان اصلها احب، ولكن حذفنا منها الهمزه للتخفيف، حذفت منها الهمزه لمين؟ للتخفيف، فاصبح ده ايجاز بحذف الهمزه للتخفيف. خد بالك بقى معايا، اسم التفضيل بيختلف عن اي حاجه، ان احنا عندنا شروط لاسم التفضيل او شروط لصياغه اسم التفضيل، فعشان اقدر اصيغ من الفعل اسم تفضيل لازم الفعل ده يتوفر فيه مجموعه من الشروط، مش اي فعل في الدنيا كده اصيغ منه اسم تفضيل وخلاص، لازم يتوفر فيه مجموعه من شروط. طيب تعالوا مع بعض نتكلم بقى عن شروط الفعل الذي يمكن التفضيل منه. ايه هي الشروط اللي لازم تكون متوفره واللي لازم تكون موجوده في الفعل عشان اقدر افضل منه او اقدر اجيب منه اسم تفضيل؟ قال لي اول شرط ان الفعل يكون فعل ثلاثي. يبقى الشرط الاول ان الفعل يكون فعل ثلاثي، فبجيب من كبر اكبر، عظم اعظم، حقر احقر. يبقى اول حاجه لازم يكون ثلاثي، يعني الماضي بتاعه من كام حرف؟ من 3 حروف. بعدها قال لي لازم يكون على وزن افعل ومؤنثه فعلى، زي كلمه كبر اكبر ومؤنثها كبرى. ولكن ما اقدرش اجيب اسم تفضيل من اللي على وزن افعل ومؤنثه فعلاء، زي كلمه حمرى حمراء، وكلمه صفرى صفراء، وكلمه عورى عورى. طب ليه ما بقدرش اجيب منه هنا بالنسبه لنا؟ هل بمنتهى البساطه ما بجيبش من اللي على وزن اللي هو بيدل على لون او عيب، فكلمه حمرى حمراء بيدل على لون، وكلمة صفرة أصفر صفراء بيدل على لون برضه، وكلمة عورة أعور عورة فبيدل على عيب. يبقى لا يصاغ من اللي بيدل على لون أو عيب، أو ما نقدرش نجيب تفضيل من اللي على وزن أفعل ومؤنثه فعلاء. ولكن قال لي نقطة مهمة جدا، فإذا خالفنا هذين الشرطين نأتي بالتفضيل كما يلي. يعني لو الفعل كان فعل غير ثلاثي، أو كان الفعل على وزن افعل ومؤنثه فعلاء، قال لي ممكن اجيب منهم تفضيل ولكن بشروط. ممكن اجيب منهم تفضيل ولكن ايه؟ بشروط. الشرط الاول ان احنا بنجيب فعل مستوفي الشروط، او بنجيب اسم تفضيل مستوفي الشروط.
فبجيب فعل مساعد زي أكبر وكلمة أعظم وكلمة أحقر إلى آخره. بعدها بمسك الكلمة نفسها اللي أنا عايز أجيب منها تفضيل وأجيب منها المصدر الصريح، فبقول مثلا كلمة زي كلمة حمرة فأجيب منها المصدر الصريح حمرة، أو بجيب منها المصدر المؤول زي كلمة انتشر فبقول الصريح منها انتشارا، أو المؤول عن طريق أنو الفعل المضارع وهيتشرح بالتفصيل برضو في المحاضرة بتاعت النهاردة، فبنقول أن ينتشر. يبقى عشان أجيب من الفعل غير الثلاثي أو اللي على وزن أفعل ومؤنثه فعلاء نجيب فعل مساعد مستوفي للشروط أو اسم تفضيل مساعد مستوفي الشروط، بعدها بنجيب من الفعل نفسه المصدر الصريح أو المصدر مين المؤول زي كلمة انتصر. انتصر هنا ما نقدرش نجيب منها تفضيل بشكل مباشر لأن الفعل هنا غير ثلاثي، فبنجيب فعل مساعد زي كلمة أكثر مثلا وأفضل، وبعدها نجيب المصدر الصريح أو المؤول منها، فبنقول الجنود أشد انتصارا في المعركة. فكلمة انتصارا هنا أصبحت بالنسبة لنا أصبحت هي المصدر الصريح من كلمة مين انتصر، فهنا جبت تفضيل بطريقة غير مباشرة. أو زي لما أقول العلم أفضل أن ينتشر، فهنا جبت المصدر المؤول مين أن ينتشر، وديني جبت فعل مستوفي للشروط أو اسم تفضيل مستوفي للشروط اللي هو كلمة مين اللي هو كلمة أفضل. برضو كلمة زي كلمة إحمر فبقول الورد أشد إحمرارا. خد بالك إن كلمة إحمر هنا اوعى تقول إن أنا ما ينفعش أجيب منها تفضيل عشان على وزن أفعل ومؤنثها فعلاء، اوعى تقول حاجة زي كده. ليه؟ لأن كلمة إحمر لأنا عديتها لها خمس حروف، فهنا الأصل إن أنا ما أقدرش أجيب من كلمات زي كلمة إحمر وكلمة إصفر وكلمة إخضر إلى آخره، ما أقدرش أجيب منها تفضيل بشكل مباشر لأنها أفعال غير ثلاثية. وده على عكس كلمة زي كلمة حمرة فده فعل ثلاثي، بس ده ما أقدرش أجيب منه تفضيل لأنه على وزن أفعل ومؤنثه فعلاء، فبقول أحمر حمراء. فهنا بروح جايب فعل مستوفي زي كلمة أشد وأحق إلى آخره، وبعدها ببدأ إن أنا أجيب المصدر الصريح منها أو المصدر المؤول، فبقول الورد أشد إيه؟ أشد حمرة. يبقى لو جه في الامتحان وقال لي كلمة إحمرارا وكلمة حمرة لماذا لا يصاغ التفضيل من كلاهما؟ أقول له إحمرارا لا يصاغ منها التفضيل لأنها من فعل غير ثلاثي وهو الفعل إحمر، أما كلمة حمرة لا يصاغ منها التفضيل لأنها من فعل ثلاثي والفعل هنا على وزن أفعل ومؤنثه فعلاء. يبقى بقول له لأنها على وزن أفعل ومؤنثه إيه؟ ومؤنثه فعلاء. الشرط الثالث من صياغة الفعل أو عشان أقدر أجيب من الفعل اسم تفضيل إن الفعل بالنسبة لنا لازم يكون مثبت، فما ينفعش أجيب من فعل منفي، فبجيب من كلمة علمة بس ما أقدرش أجيب من كلمة ما علمة، يبقى لازم مثبت. وتاني حاجة لازم يكون مبني للمعلوم، يبقى مثبت ومبني لمين؟ مبني للمعلوم. طيب لو خالفنا الشرطين دول قال لي برضو لو كان الفعل منفي أو مبني للمجهول ممكن أجيب منهم تفضيل ولكن بشرطين. الشرط الأول إن أنا أجيب اسم تفضيل مستوفي للشروط زي ما عملت المرة اللي فاتت. والشرط الثاني احنا قلنا في المرة اللي فاتت في الثلاثي في الغير ثلاثي او اللي على وزن افعل ومؤنثه فعلاء ان احنا بنجيب المصدر الصريح او المؤول. لا، لو كان الفعل منفي او كان الفعل مبني للمجهول بنجيب المصدر المؤول بس. يبقى لو الفعل منفي او مبني للمجهول عشان نجيب منه تفضيل هنجيب فعل مستوفي الشروط او اسم تفضيل مستوفي للشروط، وتاني حاجة هنجيب المصدر المؤول يعني انوى الفعل ايه المضارع. فباخد كلمة زي كلمة ما علم دي مش هقدر اجيب منها تفضيل عشان مبنية اسف عشان الفعل هنا منفي، فبنقول الرجل افضل الا يعلم. خد بالك ان الا هنا مكونة من ان ومكونة من لا، لا هنا عوضت عن مين عن النفي. واوعى تقول الا يعلم لان يعلم هنا مبنية للمجهول، لا الفعل هنا منفي بس مش مبني للمجهول. فقلنا الرجل افضل الا يعلم، ادي جبنا النفي اهو وجبنا المصدر المؤول عن طريق انو المضارع وسبنا الفعل مبني للمعلوم زي ما هو فقلنا الا يعلم. اما كلمه زي كلمه علم فده بالنسبه لي مبني للمجهول فهنجيب منه انو المضارع فهنقول ان يعلم،
اوعى تقول الا يعلم، لان انت كده نفيته. الفعل هنا مثبت عادي خالص، ولكن هبني لي المجهول فهتبقى يعلم، واجيب قبلها ان فهتبقى اي يعلم، وبعدها اجيب اسم تفضيل مستوفي للشروط فاقول الحق افضل اي يعلم. الحق افضل اي يعلم، فده بالنسبه للمصدر المؤول اي يعلم هو اللي عوض عن الفعل مين؟ علم. اما الشرط الخامس من شروط صياغه اسم التفضيل ان الفعل يكون فعل تام. يعني ايه فعل تام؟ يعني ليه فاعل او فاعل ومفعول. فلا يصاغ اسم التفضيل من الافعال الناقصه زي كان واخواتها او كاد واخواتها. والشرط السادس ان يكون متصرف. يعني ايه متصرف؟ يعني اقدر اجيب منه ماضي ومضارع وامر، فبقول لعب يلعب العب. اما فعل زي الفعل مثلا زي الفعل عسى، فده فعل جامد ما اقدرش اجيب منه لا مضارع ولا اقدر اجيب منه امر. اما اخيرا لازم يكون الفعل قابل للتفاوت. يعني ايه قابل للتفاوت؟ يعني بيزيد وينقص، زي مثلا الطول بيزيد وينقص. اما كلمه زي كلمه مات ما اقدرش اجيب منها تفضيل، لان الفعل مات هنا لا يقبل التفاوت. ما ينفعش اقول فلان اموت من فلان، ما الاثنين ماتوا ودخلوا القبر، ازاي هقدر اقارن ما بينهم؟ مش هقدر اقارن ما بينهم ايه اصلا. يبقى شروط التفضيل تاني لازم يكون ثلاثي على وزن افعل ومؤنثه فعلى، لازم يكون مثبت، لازم يكون مبني للمعلوم، لازم يكون تام، لازم يكون متصرف، لازم يكون قابل للتفاوت. لو اختل اي شرط من الشروط دي نقدر نجيب من الفعل الغير ثلاثي او اللي على وزن افعل ومؤنثه فعلاء، ولكن بشروط اسم تفضيل مستوف والمصدر المؤول او الصريح. ونقدر نجيب من الفعل المنفي او الفعل المبني للمجهول عن طريق ان احنا بنجيب اسم تفضيل مستوف وبعديها بنبدا نجيب المصدر المؤول. اما الفعل التام والفعل الجامد، اسف، الفعل الناقص والفعل الجامد والفعل الغير قابل للتفاوت، فهذه الافعال لا يصاغ منها تفضيل من الاساس. تعالوا مع بعض نتحرك في نقطه كمان بقى في اسماء التفضيل. بس قبل ما نتحرك محتاجك تعرف معلومه مهمه جدا جدا جدا، وهي اشكال اسم التفضيل اللي على وزن افعل في حاله المثنى والجمع، وفي حاله المؤنث، ولما بيكون مؤنث في حاله المثنى او مؤنث في حاله جمع المؤنث السالم. فاول حاجه لازم نبقى عارفين ان كلمه افعل فده بالنسبه لي مفرده مذكره، واللي على وزنها بقى زي كلمه افعل وافضل واحق واقدر الى اخره، فكل ده هو مفرد مذكر، كل ده مفرد مذكر. فالمثنى من كلمه افعل افعلان، وده في حاله الرفع، او افعلين، وده في حاله النصب والجر. والجمع من كلمه افعل افعلون بالواو والنون في حاله الرفع والجر في حاله الرفع، او افعلين في حاله النصب والجر. وبرضه تجمع كلمه افعل على افاعل، يعني ينفع اقول افعل افاعل. والمؤنث من كلمه افعل فعلى، ففعلى هي المؤنث المفرد من كلمه افعل، يبقى مؤنث افعل فعلى. والمثنى منها فعليان في حاله الرفع، وفعليين باتنين ياء في حاله النصب والجر. والجمع منها فعليات، وجمعها ايه؟ وجمعها فعليات. الكلام ده مهم جدا جدا جدا، لما ندخل في درس انا كاتب لك هام جدا جدا جدا، وهو احكام اسم التفضيل. وهنا يجي السؤال، يعني ايه اصلا احكام اسم التفضيل؟ احكام اسم التفضيل بمنتهى البساطه يعني امتى امسك اسم التفضيل واخليه في حاله المفرد فاقول دايما افعل زي افضل واكثر واعظم، وامتى حركه لحاله المثنى او الجمع او حاله المؤنث فاقول افعلان او افعلين او اقول فعل الى اخره. وهنا عشان تقدر تتعامل معايا فاحكام اسم التفضيل لازم تعرف حكمين. الحكم الاول بنسميه يلزم الافراد ويلزم التذكير. يعني دايما مفرد مذكر، فبقول افعل اعظم افضل احق الى اخره. والحكم الثاني ان هو يجب المطابقه. يعني ايه يجب المطابقه؟ يعني بحركه سواء للمثنى او الجمع او المؤنث او المذكر بحسب حاله او بحسب المفضل اللي موجود عندي. طب امتى بيحصل الكلام ده؟ عشان يحصل الكلام ده لازم احدد حاله اسم التفضيل. وهنا بنكتشف حاجه، حاجه اسمها حاله اسم التفضيل، يعني الشكل اللي بيجي عليه اسم التفضيل
وحاجة اسمها حكم اسم التفضيل، يعني الحكم اللي بنحكم عليه باسم مين التفضيل. تعالى بالأمثلة والشغل هيوضح لنا الكلام ده. ومن هنا بنعمل مع بعض جدول. الصف الأول هنا بنتكلم فيه عن حالة اسم التفضيل. فاسم التفضيل بيأتي على أربع حالات. اسم التفضيل بيجي على كم حالة؟ أربع حالات. الحالة الأولى إن هو يأتي نكرة مضاف إلى نكرة، يعني هو نفسه يجي نكرة وبعديه نكرة، زي لما أقول المجتهد أفضل إنسان، أدي أفضل أهي نكرة وجي بعديها نكرة اللي هو كلمة مين؟ كلمة إنسان. أو الحالة الثانية إن هو يأتي نكرة مضاف إلى حرف جر، يعني يجي نكرة وبعديه حرف جر، زي لما أقول المجتهد أفضل من الكسول، أهو نكرة وبعديه نكرة وبعديه حرف جر. فلو اسم التفضيل الحالة بتاعته جي نكرة وبعديه نكرة، أو نكرة وبعديه حرف جر، فيلزم الإفراد والتذكير، يعني دايما مفرد ودايما مذكر. يبقى لو نكرة وبعديه نكرة، أو نكرة وبعديه حرف جر، يلزم الإفراد والتذكير، يعني دايما مفرد إيه؟ مذكر. فبقول المجتهد أفضل إنسان، ولو حولتها وخليتها مؤنث وقلت المجتهدة، فيفضل اسم التفضيل بالنسبة لنا ملزم للإفراد والتذكير، يعني دايما على وزن أفعل، فبنقول المجتهد أفضل إنسانة. طب ليه هنا ألزم الإفراد والتذكير؟ لأنه نكرة مضاف إلى نكرة. وبرضه لو قلت المجتهد أفضل من الكسول، فلو جبت المؤنث فهتبقى المجتهدة أفضل من الكسولة، برضه كلمة أفضل فضلت زي ما هي على وزن أفعل. ليه؟ لأن هنا نكرة مضاف إلى حرف جر. ولكن اسم التفضيل إذا جاء معرف بأل، يعني في ألف ولام، فهنا يجب المطابقة. يبقى إذا عرف اسم التفضيل بأل يجب المطابقة. فلو كان مثنى اسم التفضيل يكون مثنى، ولو كان جمع اسم التفضيل يكون جمع. زي لما أقول المعلم الأفضل، فهنا اسم التفضيل معرف بأل، يبقى واجب المطابقة. لو بدلت المعلم بالمعلمة فهتبقى المعلمة الفضلة. ليه هنا غيرتها؟ لأن اسم التفضيل هنا معرف بأل، واجب المطابقة. وزي لما بقول المعلمون فبقول المعلمون الأفاضل أو الأفضلون، لأنه قلنا جمع كلمة أفعل أفاعل أو أفعلون وأفعلين. ولو قلت المعلمات فقول المعلمات الفضليات، لأن جمع كلمة فضلة فضليات. فهنا غيرت وحولت حالة اسم التفضيل وشكل اسم التفضيل بحسب إيه؟ بحسب الحكم. وآخر حاجة إن حالة اسم التفضيل يأتي نكرة وبعده معرفة، نكرة وبعده معرفة، زي لما أقول المعلم أفضل الناس، أده اسم التفضيل نكرة أفضل وبعده معرفة اللي هو كلمة الناس. في الحالة دي يجوز، يعني ينفع أخلي اسم التفضيل يطابق المفضل، وينفع أخلي اسم التفضيل يلزم الإفراد والتذكير. هيقول لك الاثنين صح. فينفع أقول المعلم أفضل الناس، وينفع أقول المعلمة أفضل الناس، وبرضو ينفع أقول المعلمة فضلى الناس. فالاتنين صح. ينفع أقول المعلمون أفضلوا الناس، وما ننساش إن إحنا حذفنا النون من كلمة أفضلوا وما قلناش أفضلون، لأن كلمة الناس هنا الإعراب بتاعها مضاف إليه، وإحنا قلنا حاجتين ما يجتمعوش أبدا، التنوين والنون ما يجتمعوش أبدا مع المضاف إليه. فهنا أفضلوا خبر مرفوع علامة رفع الواو وحذفت النون للإضافة، فينفع أقول المعلمون أفضل الناس، وينفع أقول المعلمون أفضل الناس، الاثنين صح. ينفع أقول المعلمتان فضليا، خد بالك هي أصلها فضليان، وبرضو حذفت النون هنا للإضافة، وكلمة الناس هنا الإعراب بتاعها مضاف إليه، ففضليا هنا خبر مرفوع بالألف وحذفت النون لمين؟ للإضافة. فينفع أقول المعلمتان فضليا الناس، وينفع أقول المعلمتان فضلى الناس، الاثنين صح. يبقى خلاصة الكلام، لو كان اسم التفضيل نكرة أو نكرة وبعد نكرة وبعدي نكرة، اسم التفضيل لو كان نكرة وبعدي نكرة أو نكرة وبعدي حرف جر، فالحكم بتاعه يلزم الإفراد والتذكير، يعني دايما مفرد مذكر. أما لو لقينا في اسم التفضيل ألف ولام يعني معرف بأل، فهنا يجب المطابقة، لازم يتغير. أما لو كان نكرة وبعديه معرفة فهنا يجوز تبديله وتغييره، ويجوز أن يلزم الإفراد والتذكير. ده كان الكلام عن درس من أهم الدروس اللي موجودة في الوحدة الثانية، وهو اسم التفضيل وأحكام اسم التفضيل.
حاولنا نفصل ليه بالاختصار على قدر الإمكان، ولكن دلوقتي هنبدأ نتحرك للكلام عن مشتق كمان، وهو الكلام عن اسم الآلة. فيلا بينا يا شباب نتحرك مع بعض كده واحدة واحدة، نكمل مع بعض كده الكلام عن المشتقات ونبدأ نتكلم عن اسم الآلة. اسم الآلة حاجة سهلة جدا، بندل باسم الآلة على الأداة اللي احنا بنعمل بها العمل. مثلا اقول لك منشار، شاكوش، فأس، ساطور، قلم، كلها بالنسبة لي أسماء آلة. بس عندي نقاط من النقاط المهمة جدا جدا جدا. خد بالك ان احنا عندنا نوعين من أسماء الآلة، اسم آلة بنسميه جامد واسم آلة بنسميه قياسي. طيب ايه الفرق ما بين كلمة قياسي وكلمة جامد اللي انا بقولهم؟ بمنتهى البساطة لما بنقول كلمة قياسي يعني ليها وزن محدد، حاجات انا بوزنها على شكل معين، زي مثلا كلمة منشار اقدر اوزنها على وزن مفعال. ولكن عندنا نوع تاني من اسماء الآلة يسمى اسم آلة سماعي، واسم آلة سماعي بمعنى ملوش موازين محددة، ملوش ميزان محدد، زي كلمة مثلا، زي كلمة مثلا لما أقول كلمة، زي كلمة فأس وكلمة شاكوش إلى آخره. بس أنا بحب إن أنا ألخص عليك الموضوع أكتر. لما باجي أقول اسم آلة قياسي، ده معناه بمنتهى البساطة إن أنا بقدر أجيب منه فعل، واسم الآلة القياسي ليه مسمى تاني مشتق. يبقى اسم الآلة القياسي أو المشتق بنقدر نجيب منه أفعال، زي لما اقول مثلا كلمه زي كلمه منشار اقدر اجيب منه فعل وهو الفعل نشره، زي كلمه حاسوب اقدر اجيب منه فعل وهو الفعل حسبه. ولكن عندنا اسم الاله الثاني اللي هو الجامد او بنسميه اسم الاله السماعي، يبقى اسم الاله السماعي هو اسم الاله الجامد، ده ما بقدرش اجيب منه فعل، زي كلمه شاكوش تقدر تجيب فعل، ينفع تقول له شكشه، وكلمه زي كلمه سطور هتقول له سطره، اكيد ما ينفعش حاجه زي كده. يبقى ده الفرق ما بينهم بمنتهى البساطه. اسماء الاله القياسيه اللي هي في منها افعال او اسماء الاله المشتقه ليها نوعين من الاوزان، اوزان قديمه. يعني ايه اوزان قديمه؟ يعني كان العرب بيستخدموها سابقا، كانت موجوده زمان، كانت الات بيستخدمها العرب او اوزان كان بيستخدمها العرب زمان. واسماء الاله القياسيه، اسماء الاله القياسيه القديمه كانت بتاتي على ثلاث اوزان. بتاتي على كم وزن؟ ثلاث اوزان. الوزن الاول مفعال، والوزن الثاني مفعل، والوزن الثالث مفعلة. يبقى الاوزان القديمه كانت بتاتي على وزن مين؟ مفعال ومفعل ومفعلة. مفعال زي ما واضح قدامنا، زي كلمه مفتاح وكلمه منشار، الاثنين على وزن مفعال. ومفعل زي كلمه مدفع وكلمه مشرط، خدوا بالكم بكسر الميم. ومفعلة زي كلمه مطرقه وزي كلمه مرآه، فده على وزن مفعلة، ودي بنسميها أوزان قياسية قديمة. ولكن بقي عندنا أوزان قياسية حديثة أو مشتقة حديثة. ليه بنسميها مشتقة حديثة؟ آلات ظهرت في العصر الحديث وما كانش لها أوزان في الأوزان القديمة، فبدأنا نشتق لها أوزان حديثة، يعني بناخد لها أوزان حديثة، وبدأت هذه الأوزان تكون أوزان مقبولة في مجامع اللغة، سواء مجمع اللغة العربي في مصر أو مجمع اللغة العربية في بلاد الخليج أو غيره. والأوزان القياسية الحديثة على ثلاث أوزان، على وزن فعالة، وعلى وزن فعالة، وعلى وزن فاعلة، وعلى وزن فاعول. زي إيه؟ كلمة فعالة زي كلمة غسالة، وكلمة فعالة زي كلمة خزانة، وكلمة فاعلة زي كلمة شاحنة، وكلمة فاعول زي كلمة حاسوب. بس في الأول والآخر بريح دماغي، اسم الآلة المشتقة أو اسم الآلة القياسي اللي بقدر أجيب منه فعل، أما الجامد اللي ما أقدرش أجيب منه فعل، فبنسميه جامد أو بنسميه غير مشتق أو بنسميه سماعي. يبقى الجامد هو الغير المشتق هو السماعي، وده ما بيكونش ليه فعل في الماضي، يعني مش هقدر أجيب منه فعل في الماضي، زي كلمة مسمار هتقول له سمرة؟ لا طبعا. وزي كلمة شوكة هتقول له شوكة؟ ما ينفعش. وكلمة قلم وساتور وفأس وكأس وشاكوش وسكين وسيف وربح، كلها بالنسبة لنا أسماء آلة غير مشتقة أو أسماء آلة سماعية أو أسماء آلة جامدة ما أقدرش أجيب منها أي كلام. ده كان الكلام بالنسبة عن المشتقات، ولكن لسه عندنا مشتقة كمان وهو اسم الزمان والمكان. ولكن عشان نختصر عليك، أخدنا اسم الزمان والمكان مع المصدر الميمي عشان الاتنين شبه بعض بالظبط.
كده اتكلمنا عن المشتقات بفضل من ربنا. هنبدأ نتحرك دلوقتي مع بعض للكلام عن درس في منتهى الأهمية بقى، وهو الكلام عن المصادر ومن بعدها أسماء المصادر. يلا بينا مع بعض، يلا شباب مع بعض كده واحدة واحدة تاني نبدأ الكلام عن المصادر ومن بعدها أسماء المصادر. خدوا بالكم ان المصادر بيبقى ليها اسمين كمان، نقدر نسميها المصادر الصريحة او نقدر نسميها المصادر الصحيحة. يبقى لو قال لي استخرج مصدر، او قال لي استخرج مصدر صريح، او قال لي استخرج مصدر صحيح، فده معناه ان انا هطلع مصدر لفعل ثلاثي او مصدر لفعل رباعي او مصدر لفعل خماسي او مصدر لفعل سداسي. ده معناه بمنتهى البساطة. طيب انا هدي لك زي ما اديتك مفتاح للمشتقات وقلت لك ان سر المشتقات المعنى، لو انت قدرت تحدد المعنى للمشتق خلاص انت حليت كل المشاكل بتاعته. هدي لك برضو مفتاح كده يخلص لك الكلام بالنسبة للكلام عن المصادر عشان تحكم على المصدر سواء هو ثلاثي او رباعي او خماسي. اول حاجة تمسك الكلمة اللي قدامك وتجردها من ال او تجردها من الضمائر المتصلة بها، يعني لو الكلمة فيها الف ولام او فيها ضمائر تبدأ ان انت تعمل لها ايه، تجردها من كل الكلام ده. بعدها تجيبها في كلمة المفرد، لو انت مثلا لقيتها جمع ولا كده تروح جايبها في كلمة مين، المفرد، يبقى شيل منها الف ولام واشيل منها الضمائر واروح جايبها في كلمة المفرد. وبعد ما اعمل كده اروح جايب منها الماضي، اجيب منها مين، الماضي. وبعد بجيب الماضي ابدأ ان انا اعد الماضي ده، وصل معايا ولا ايه؟ يبقى بعمل ايه، اجرد الكلمة من ال والضمائر، بعدها اجيب منها المفرد لو كانت جمع، وبعدها اجيب الماضي واروح عدد الماضي. العدد بتاع الماضي ده هو نوع المصدر بمنتهى البساطة. طيب اديني مثال كلمة زي كلمة مثلا الانتشارات، شيل منها الف ولام هيتبقى عندي كلمة انتشارات، هدف المفرد فهتبقى انتشار، هات منها الماضي هيبقى انتشر، هعد انتشر هلاقي خمس حروف، يبقى هنا اصبح مصدر لفعل خماسي، خلص الموضوع. الاستخراجات او استخراجاته، شيل الهاء من كلمة استخراجاته هيتبقى عندك استخراجات، هات الماضي منها، الماضي هات المفرد منها استخراج، هات الماضي من كلمة استخراج هتبقى استخرجة، عد الاستخرجة هتلاقي ستة، يبقى ده مصدر لفعل مين، سداسي. بس وانت بتعد ارجوك خد بالك من الشدة، لان انا دايما بسمي الشدة للطلبة مطب، الشدة بسميها دايما مطب، فاول ما تلاقي نفسك وقفت في النص كده يبقى انت عندك شدة. اديني مثال، لما اقول لك كلمة زي كلمة قرأوا، اديك ماشي عادي خالص اهو ما فيش اي مشكلة، ولكن لما تقول مدوا، مدوا ايه اللي حصل؟ وقفت في النص، في حاجة وقفتك زي المطب وبعديها بدأت ان انت تكمل، فدي معناها ان انا عندي شدة. فما دام عندي شدة فالشدة تساوي حرفين، الشدة تساوي كم حرف عندي؟ تساوي كلمة، تساوي كم حرف؟ تساوي حرفين. زي كلمة اتحدى، التاء عندنا في كلمة اتحدى هنا مشددة، فأصبحت ساوت كم حرف عندنا؟ ساوت حرفين، كأن اتحدى ألف بعدها تاء بعدها تاء، ضربتهم مع بعض فأصبحت اتحدى بشدة فوق مين؟ فوق التاء. طيب نرجع مع بعض تاني كده واحدة واحدة. المصادر في نوعين من المصادر، مصادر بنسميها مصادر سماعية، مصادر بنسميها مصادر قياسية. وأعتقد وإحنا بنشرح اسم الآلة دلوقتي معاك فهمت يعني إيه مصدر سماعي ويعني إيه مصدر قياسي. فمعنى مصدر قياسي إن هو ليه أوزان محددة، لو جه على الشكل ده يبقى المصدر بتاعه لازم يكون على الشكل ده، فليه أشكال محددة. أما المصدر السماعي فليس مرتبطا بشكل محدد، أو المصدر السماعي بيكون مصدر مفتوح. طيب إيه هي المصادر بالنسبة لنا؟ المصادر يا إما بتكون لأفعال ثلاثية أو رباعية أو خماسية أو سداسية، ما عندناش لا ثنائي ولا عندنا سباعي، لا هو أخرنا 3 4 5 6. المصدر الثلاثي بس هو المصدر السماعي، يبقى المصادر السماعية مين؟ المصادر الثلاثية فقط. ولكن المصادر القياسية هي المصدر الرباعي والخماسي والسداسي، يبقى المصدر القياسي نقدر نسميه رباعي أو خماسي أو سداسي، والمصدر السماعي هو واحد بس المصدر مين؟ الثلاثي. لذلك وأنا بشرح للطلبة دايما بحب أن أنا أشرح معاهم، وإحنا بنشرح مع بعض للطلبة دايما بحب أن أنا أشرح معاهم المصدر الرباعي والخماسي بس. ليه بنشرح الرباعي والخماسي؟ لأن دايما بقول للطلبة بمنتهى البساطة، ما أنا لو شرحت لك الرباعي والخماسي وجات لك حاجة غير الرباعي والخماسي ولقيتها من حيث الوزن النسبي كده قليلة، فده على طول هيكون مصدر ثلاثي، ولو لقيتها من حيث الوزن كده كتيرة
فده هيبقى على طول مصدر سداسي وأريح دماغي وخلص الموضوع. فتعالوا نبدأ بالمصدر الرباعي. أول نقطة في المصدر الرباعي، لو أنت لقيت أي مصدر البداية بتاعته همزة مكسورة، يبقى لو لقيت المصدر البداية بتاعته همزة مكسورة فده على طول مصدر رباعي، زي كلمة إبداع على وزن إفعال وإجادة على وزن إفعلة. تمام. بعدها لو لقيت الفعل بالنسبة لك شكله 3 حروف ولكن الحرف الوسط مشدد، زي كلمة فكر وكلمة علم، أهو الوسط بالنسبة لنا مشدد، قلنا مطب علم، أدي عند مطب أهو. فأول ما بلاقي الفعل بالنسبة لي ثلاثي وفي النص عندنا المطب اللي أنا بتكلم عليه دوا، فمعنى كده أن الفعل دوا ماله؟ الفعل دوا رباعي. فلو كان الفعل رباعي مشدد الوسط، رباعي مشدد الوسط وجميع حروفه صحيحة، يعني الحروف بتاعته صحيحة، فبيأتي على وزن تفعيل، فبقول فعل تفعيل، ونوزن عليها فبنقول علم تعليم، دبر تدبير، قدر تقدير، فعل تفعيل. ولكن لو لقيناه برضو رباعي مشدد الوسط ولكن معتل الآخر، زي كلمة نما أهو معتل الآخر، وزي كلمة زكى، ففي الحالة دي المصدر الرباعي بيأتي منه على وزن تفعلة، فبنقول نما تنمية على وزن تفعلة، زكى تزكية، رب تربية إلى آخره. طيب فرضا ما لقيتش بقى بالنسبة لي فعل مشدد، فنبدأ ناخد ما على وزن فاعلة، ما على وزن فاعلة، فاللي على وزن فاعلة بيأتي المصدر منه على وزن فعال بكسر الفاء أو مفاعلة، فبنقول ناقشة أهو على وزن فاعلة، فبنقول ناقشة نقاش ومناقشة، حافظة حفاظ ومحافظة، عاونة معاونة، وما أقدرش أقول عوان لأن أنا مش شرط اللي على وزن فاعلة أجيب الاثنين، أنا ممكن أجيب الاثنين وممكن أجيب واحدة منهم بس، المهم إن فاعلة فعال ومفاعلة، ممكن أقول ناقشة نقاش ومناقشة عادي، وممكن أقول عاونة معاونة بس، فتاخد وزن واحد بس من الوزنين. وآخر حاجة الفعل المضاعف الرباعي، زي كلمة زلزلة وكلمة وسوس إلى آخره، فبنقول زلزلة زلزال وزلزلة، فبنقول فعلل فعلال وفعللة، يبقى ما على وزن فعلل يأتي المصدر منه على وزن فعلال وفعللة، زي زلزلة زلزال وزلزلة، وسوس وسوس، دحرج دحرج إلى آخره. دي أشكال المصادر الرباعية، يبقى مكسور على وزن إفعال وإفعلة، مكسور الأول أو همزة مكسورة، بعدها رباعي مشدد الوسط وكله صحيح فبيأتي على وزن تفعيل، زي علم تعليم دبر تدريب تدبير، أو رباعي مشدد الوسط وأخره علة فبيأتي على وزن تفعيلة، زي نمة تنمية، أو ما على وزن فاعلة فبنقول فاعل فعال ومفعلة، ناقش نقاش ومناقشة، أو على وزن فعللة فبيأتي على وزن فعلال وفعللة، فبنقول زلزل زلزال وإيه وزلزلة. طيب ده كان الكلام عن المصدر الرباعي. طب إزاي أقدر أحدد المصدر الخماسي؟ لتحديد المصدر الخماسي بمنتهى البساطة مديلك مجموعة علامات. فأول ما تلاقي أي مصدر أوله ألف ونون فده على طول مصدر خماسي، زي كلمة انفصال، وطبعا انفصال على وزن انفعال. أو لقيت أي مصدر أوله ألف والحرف رقم 3 تاء، أي مصدر أوله ألف والحرف رقم 3 تاء، زي كلمة استماع على وزن افتعال، وكلمة اتحاد على وزن افتعال. خد بالك إن اتحاد أوله ألف وبعدها التاء بالنسبة لنا هنا مشددة، فكأنه ألف تاء وبعدها تاء، فدي فعلا أهو بيبدأ بألف والحرف رقم 3 إيه؟ والحرف رقم 3 تاء، فبنقول هنا بنقول افتعال على وزن مين؟ ألف والحرف الثالث إيه؟ والحرف الثالث تاء. خد بالك برضو إن أنت لما تيجي كلمة زي كلمة استماع، واحد يقول لك يا مستر أنا متعود إن اللي أوله ألف وسين وتاء ده مصدر سداسي، هقول لك بمنتهى البساطة امسك لي كلمة استماع وامسك لي كلمة استخراج، وهات لي من الاثنين الفعل الثلاثي المجرد، يعني الفعل الثلاثي اللي أنا ما أقدرش أحذف منه حاجة خالص. فاستماع الماضي المجرد منها سمع، أما استخراج الماضي المجرد منها خرج. فبنلاحظ إن في كلمة استماع لما جبت الماضي المجرد أو المادة الكشفية في المعجم لقينا السين موجودة فيها، فده مباشرة مصدر خماسي. ولكن كلمة استخراج لما جبنا الماضي المجرد ما لقيناش سين أصلا، يعني معناها إن السين زائدة،
فما دام السين زائده يبقى ده مصدر ثلاثي. يبقى لو بدا بالف وسين وتاء نجيب الماضي، لو لقينا سين الماضي المجرد الثلاثي، لو لقينا سين يبقى خماسي، ما لقيناش السين يبقى سداسي. زي كلمه استيقاء الماضي المجرد سقى يبقى ده خماسي. اما كلمه استعانه الماضي المجرد عانى فما فيش سين، يبقى ده بالنسبه لي مصدر سداسي. يبقى تاني الف ونون او الف والحرف رقم 3 تاء. طيب ما لقيتش اروح عاكس، انا قلت الف والحرف رقم 3 تاء، لا اعكس، هقول لك تاء والحرف رقم 3 الف. زي كلمه تعاون وزي كلمه تفان، وانا عايزك بالله عليك مركز معايا في كلمه تفاني اللي قدامنا دي. المفروض ان كلمه تفان كان الاصل بتاعها مين يا شباب؟ تفادي. النهايه في كلمه تفاني هنا ايه؟ ياء. وما دام هنا النهايه ياء غير مشدده واللي قبلها مكسور، فبنلاقي النون هنا مكسوره، يبقى ده مباشره اسم ايه؟ اسم منقوص. وما دام اسم منقوص ونهايته ياء، نروح فاكرين القاعده اللي قلناها برضو في اسم الفاعل، الياء بتكون موجوده في حاله تعريف، تعريف نصب، والياء بنحذفها في حاله النكره رفع جر، النكره رفع جر. فهنا الياء بتكون موجوده في التعريف بال، فبنقول التفاني على وزن التفاعل. والياء بتكون موجوده في حاله التعريف بالاضافه، فبنقول تفاني الناس برضو على وزن تفاعل. والياء بتكون موجوده برضو في حاله النصب، فبنقول تفانيا على وزن تفاعلا. ولكن بتحذف الياء في حاله النكره المرفوعه او المجروره، فبنقول تفان. خد بالك ان كلمه تفان على وزن تفاعل، وحذفنا اللام هنا لان اللام كانت المفروض ان هي قصاد مين؟ الياء. فحذفنا اللام وعوضنا بتنوين بالكسر تحت العين بتاع كلمه تفاعل، زي ما عوضنا بتنوين بالكسر تحت النون في كلمه مين؟ تفان. تمام. طيب افرضنا ان انا ما لقيتش اي حاجه بقى لا مبدوعه بالف ونون ولا بالف والحرف الثالث تاء ولا مبدوعه بتاء والحرف الثالث الف. هقول لك عادي بقى، هروح لثلاث افعال بقى، فامسك كلمه زي كلمه تعلم، الفعل بيكون بالنسبه لي كله خماسي صحيح ولكن الوسط مشدد، يبقى بيكون كله صحيح والوسط مشدد، فبياتي على وزن تفاعل، فبنقول تعلم تعلم، تجنب تجنب، تدبر تدبر الى اخره. ولكن اذا لقينا يا شباب بالنسبه لنا الفعل خماسي مشدد الوسط والنهايه بتاعته عله، مشدد الوسط والنهايه بتاعته عله، فبدل ما بنجيبها على وزن تفاعل لا بنجيبها على وزن تفاعل، بان احنا بنكسر مين؟ الشده بتاعه الوسط. فبنقول له بمنتهى البساطه تحدى، هيبقى المصدر منها ايه يا شباب؟ تحدى. المصدر منها هيبقى تحدي. خدت بالك من حاجه؟ يا رب تكون اخدت بالك. خدنا النهايه عندنا اهو ياء غير مشدده واللي قبلها مكسور، يبقى برضو احكام الاسم المنقوص، فالياء هتكون موجوده في حاله التعريف بال، فبقول له التحدي. والياء هتكون موجوده في حاله التعريف بالاضافه، فهقول له تحدي الناس. والياء هتكون موجوده في حاله النصب، فبنقول تحديا على وزن تفاعلا، ولكن هنحذف الياء في حاله ان هي تكون نكره مرفوعه او مجروره، فهنقول تحد. خد بالك ان كلمه تحد، تصد، ترب الى اخره، كل ده بالنسبه لي على وزن مين؟ على وزن تفاعل. وانا بقول لك ان شاء الله تعالى السؤال ده من الاسئله اللي انت هتلاقيه في الامتحان السنه دي، او من اهم الاسئله اللي انت هتلاقيها في الامتحان ان شاء الله. طيب ما لقيتش بقى كل ده، لا لقيت مشدد وصحيح كله ولا لقيت مشدد ومعتل الاخر، بنروح اخر حاجه للالوان، فبنقول له احمر احمرار، اصفر اصفرار، وكله على وزن افعلال. ودي كانت اشكال المصادر مين؟ الخماسيه. قلت لك لو انا لقيت بقى الفعل مختلف عن مصادر الرباعية والخماسية وكتير، هيبقى مصدر سداسي زي كلمة استخراج. وأي مصدر أوله ألف وسين وتاء بس السين زائدة بيكون على طول مصدر سداسي، زي كلمة استخراج على وزن استفعال، وزي كلمة استعانة على وزن استفعالة إلى آخره بالنسبة لنا. ما ننساش إن كلمة زي كلمة اطمئنان، فده برضو مصدر مين يا شباب؟ مصدر سداسي. ليه سداسي؟ لأن لو جبت الماضي منه هيبقى الماضي منه اطمأن. خد بالك إن كلمة اطمأن 1 2 3 4 5، أقول لك غلط، النون عندنا هنا مشددة، فاطمأن 6 حروف، فبنقول اطمأن اطمئنان على وزن افعلال. ده بالنسبة للمصادر كلها. وقلنا طبعا آخر حاجة المصدر الثلاثي زي عمل عمل
أكل أكل، زرع زراعة، تجر تجارة، طار طيران، علم علم إلى آخره. وكل المصادر الثلاثية بنسميها مصادر سماعية. أما المصدر الرباعي والخماسي والسداسي فده بنسميه مصدر قياسي. كل الكلام عن المصادر كده، خلصنا كل حاجة عن المصادر. هنتحرك لنقطة كمان تبع المصادر برضو، وهو الكلام عن أسماء المصادر. فيلا بينا يا شباب مع بعض واحدة واحدة. نرجع مع بعض كده نكمل المحاضرة بتاعتنا، محاضرة كده دسمة وتقيلة. الوحدة التانية في النحو مش وحدة سهلة. تعالوا مع بعض كده نتكلم عن، بعد ما اتكلمنا عن المصادر نتكلم عن أسماء المصادر. زي ما بديلك مفتاح في كل حاجة بنتكلم عنها، فلما جينا عند المشتقات اديتك مفتاح وقلت لك سرها هو المعنى، ولما جينا عند المصادر الأساسية أو الصريحة أو المصادر الصحيحة اديتك مفتاح هو ان انا اجيب الماضي من الفعل وبعد كده ابدأ اعده. فانا عندي مفتاح لأسماء المصادر. هو مبدئيا مين هم أسماء المصادر؟ أسماء المصادر خمس دروس: المصدر المؤول، المصدر الميمي، اسم الزمان، اسف المصدر المؤول، المصدر الميمي، اسم الهيئة، اسم المرة، والمصدر الصناعي. دول بسميهم أسماء المصادر. المفتاح بتاعهم بمنتهى البساطة ان هم يصح ان يحلوا محل المصدر الصريح. يعني ينفع ييجوا مكان المصدر الصريح. من هو المصدر الصريح؟ الثلاثي والرباعي والخماسي والسداسي. يعني ينفع اشيل المصادر الصريحة وحط مكانها اسم المصدر والمعنى ما يتغيرش. زي لما اقول لك ينبغي ان تسعى الى النجاح، او ينبغي ان تسعى، فانا ينفع اشيل ان تسعى واقول ينبغي سعيك والمعنى ما يتغيرش. زي لما اقول اسعى الى النجاح مسعى، مسعى هنا مصدر ميمي، ينفع اشيل مسعى واحط مكانها المصدر الصريح فاقول اسعى الى النجاح سعيا، والمعنى بالنسبة لنا برضو ما تغيرش. فده المفتاح بتاع اسماء المصادر، يصح ان تحل محل المصدر مين؟ الصريح. لو المعنى ما تغيرش يبقى ده على طول بالنسبة لي اسماء، اسم من اسماء مين؟ المصادر الخمسة. اول مصدر من اسماء المصادر واهم واحد فيهم وهو المصدر المؤول. المصدر المؤول هو عبارة عن مصدر يصح ان يحل محل المصدر الصريح، ويأتي على ثلاث صور. يبقى المصدر المؤول بيجي على كم شكل؟ بيأتي على ثلاث صور او على ثلاث اشكال. اول حاجة عن طريق استخدام انوى الفعل المضارع، زي لما اقول ان تفعل، او بيأتي عن طريق استخدام ما المصدرية والفعل، زي لما اقول ما فعل، ما فعل. او المصدر المؤول بيجي باستخدام ان واسمها وخبرها، زي لما اقول ان الطالب ناجح. طيب بالراحة كده واحدة واحدة. يبقى زي ما واضح قدامنا كده، المصدر المؤول زي ما هو واضح قدامنا بيتكون اول حاجة من ان واسمها وخبرها، زي لما اقول علم ان اخاك ناجح، او زي لما اقول فلما تبين له انه عدو تبرأ منه. تمام. طب السؤال، انا عايز اعرف بقى واحدد الموقع الاعرابي للمصدر المؤول. عشان احدد الموقع الاعرابي للمصدر المؤول في البداية اجيب المصدر الصريح. اجيب المصدر ايه؟ اجيب المصدر الصريح. وبعد ما اجيب المصدر الصريح اعربه، والاعراب اللي اعربته للمصدر الصريح بيكون هو اعراب المصدر المؤول. بمعنى لما اقول علم ان اخاك ناجح، في استخدام ان واسمها وخبرها، لما بجيب المصدر الصريح بعمل مقص، فبجيب المصدر من خلال الخبر. فتقدير الكلام علم نجاح اخاك او اخيك، عشان هتبقى مضاف اليه. فتقدير الكلام علم نجاح اخيك، هي مش علم هنا مبنيه للمجهول؟ يبقى كلمة نجاح هنا المفروض ان الاعراب بتاعها هيكون ايه؟ نائب فاعل. يبقى المصدر المؤول ان اخاك ناجح هنا في محل رفع نائب فاعل. وصلت كده ولا ايه؟ طيب مثال كمان، لما اقول فلما تبين له انه عدو تبرأ منه، هنا المصدر المؤول هو انه عدو، مكون من ان واسمها وخبرها. فتقدير الكلام فلما تبين له عداوته، فلما تبين له عداوته، هو ايه اللي تبين؟ اللي تبين العداوة. يبقى المفروض عداوته هنا الاعراب بتاعها فاعل. يبقى المصدر المؤول انه عدو هنا في محل رفع فاعل. الشكل الثاني للمصدر المؤول عن طريق استخدام انوى المضارع، زي لما اقول ان تعمل خيرا تسعد. طبعا هنا ان أداة نصب، تعمل هنا فعل مضارع منصوب، ما دام انوى المضارع يبقى ده على طول مصدر مؤول. فجيب منها المصدر الصريح عشان اقدر اعرف الاعراب بتاعه عامل ازاي. فتقدير الكلام عملك خيرا تسعد، عملك خيرا تسعد.
يبقى عملوك هنا بالنسبة لنا هنا مبتدأ، وتسعد هنا جملة فعلية خبر ليها. ما دام عملوك إعرابها مبتدأ، يبقى المصدر المؤول أن تعمل هنا في محل رفع مبتدأ. ولما بقول ما أجمل أن ينتشر السلام، تقدير الكلام ما أجمل انتشار السلام، بعد صيغة ما أفعل أو ما أجمل، بعد صيغة ما أفعل عامة يعرب مفعول به. يبقى المصدر المؤول أن ينتشر السلام هنا في محل نصب مفعول به، والتقدير ما أجمل انتشار السلام. وآخر صيغة للمصدر المؤول بيكون عن طريق استخدام ما والفعل، عن طريق استخدام ما والفعل. إذا لما أقول سرني ما قلت، سرني ما قلت، فتقدير الكلام هنا سرني قولك، يا المتكلم في كلمة سرني في محل رفع في محل نصب مفعول به. وما قلت هنا لو قلت قولك، هو إيه اللي سرني؟ قولك. قلنا بعد كلمة التركيبات زي يعجبني ويسعدني ويسرني إلى آخره، يا المتكلم بتكون مفعول به واللي بعدها بيكون فاعل. فلما بقول سرني قولك، قولك هنا عربها فاعل، يبقى المصدر المؤول ما قلت هنا في محل رفع فاعل. أو زي لما أقول أحسن كما أحسن الله لك، طبعا هنا المصدر المؤول ما أحسن، أجيب الصريح منها إحسان، فهي أحسن كإحسان الله لك، يبقى هنا كلمة إحسان الإعراب بتاعها اسم مجرور، يبقى المصدر المؤول ما أحسن هنا في محل جر اسم مجرور. وبرضو مثال كمان لما بيقول الشاعر أجرتنا إن الخطوبة بمعنى المصائب تنوب، وإني مقيم ما أقام عسيت، فين المصدر المؤول هنا؟ ما أقام. طب أنا عايز الموقع الإعرابي بتاعه، هي تقدير الكلام وإني مقيم مدة إقامتي، يبقى هنا بقول كلمة مدة، فهنا بتعبر عن الظرف اللي هو ظرف الزمان. يبقى هنا بالنسبة لنا ما أقام هنا مصدر مؤول في محل نصب ظرف زمان. وأرجوك عايزك تكون مركز جدا جدا جدا، لأن المصدر لو وقع في محل ظرف بيكون الموضوع صعب ومحتاج طالب مركز عشان يقدر يتعامل معاه. ده الكلام عن المصدر المؤول. تعالوا مع بعض نتحرك للكلام عن حاجة كمان من أسماء المصادر، وهو اسم المرة واسم الهيئة. اسم المرة واسم الهيئة، عايزك بالله عليك مركز معايا كويس جدا. أولا يا شباب، اسم المرة هو اسم يدل على القيام بالفعل مرة واحدة، زي لما أقول ضربتك ضربة، يعني أنا ضربتك كم ضربة؟ ضربتك مرة واحدة بس. يبقى اسم المرة جاية من اسمها مرة، مرة يعني عدد، فاسم المرة يدل على القيام بالفعل كم مرة؟ مرة واحدة. واسم الهيئة يدل على هيئة وشكل صاحبه، يبقى اسم المرة يدل على القيام بالفعل مرة واحدة، واسم الهيئة يدل على هيئة وشكل من صاحبه. زي لما قلت دلوقتي مثلا ضربتك ضربة، ضربة الواعي، فهنا ده بالنسبة لنا اسم هيئة لأنه بيدل على الشكل. المهم إن أول حاجة اسم المرة من الفعل الثلاثي، بيأتي على وزن فعل، فخدوا بالكم بقول مرة الميم هنا مفتوحة، يأتي على وزن فعل، يبقى مرة فعل، زي كلمة جلسة جلسة، ضربة ضربة، كله على وزن فعل. أما اسم الهيئة من الفعل الثلاثي فيأتي على وزن فعل، يبقى المرة فعل بفتحة، والهيئة فعل بالكسر، زي بقول جلسة جلسة، ضربة ضربة، تمام. طيب من غير الثلاثي، مبدئيا اسم الهيئة لا يأتي من غير الثلاثي، اسم الهيئة لا يأتي من الفعل غير مين يا شباب؟ لا يأتي من الفعل غير الثلاثي. حلو الكلام. طيب ركز معي عشان النقطة اللي مكتوبة دي خطأ. هنا بقى اسم المرة، نرجع لتين، اسم المرة من الفعل غير الثلاثي بيجي عن طريق ان احنا اول حاجة بنجيب المصدر، زي كلمة استخرج استخراج، استفهم استفهام، فبنروح جايبين مين؟ المصدر. وبعد ما بنجيب المصدر نروح حط له تاء مربوطة، فبنقول له استخرج استخراج، استفهم استفهام، استعلم استعلام، تمام؟ يبقى بنحط له تاء مربوطة، فهنا ده بسميه اسم مين؟ اسم مرة. يبقى اسم المرة من غير الثلاثي بيكون مكون من مصدر زائد تاء مربوطة. ولكن ممكن أقع في مشكلة زي الكلام اللي قدامنا ده، لما أمسك فعل زي الفعل تاب، لما أجي أجيب منه اسم مرة فهقول توبة، توبة على وزن فعل. طب لو حبيت أجيب المصدر الصريح منه فبرضه هقول له تاب توبة، فهنا تشابه عندنا اسم المرة مع اسم مين؟ مع المصدر الصريح، الاثنين بيشبه بعض اللي هو المصدر الثلاثي. طيب نطلع من المشكلة دي ازاي؟ قال لي الموضوع سهل جدا،
لو انت سبت الكلمة لوحدها خالص ده هيبقى مصدر صريح، زي لما اقول تاب توبة، فده بالنسبة لي مصدر صريح بسيبها من غير اي حاجة بعديها. ولو انا وصفتها بكلمة واحدة، لو وصفت بكلمة واحد او بكلمة واحدة يبقى على طول ده اسم مرة، زي لما اقول تاب توبة واحدة، يبقى تاب توبة ده مصدر ثلاثي، تاب توبة واحدة ده اسم مرة. امتى لازم نوصف؟ بنوصف لازم نوصف لو كان تشابه المصدر الصريح مع اسم المرة. نفس الكلام لما اخد كلمة زي كلمة عاشة، اسم الهيئة منها عيشة على وزن فعلة، والمصدر الصريح منها عاش عيشة، برضو المصدر الصريح منها عيشة، فهنا برضو تشابه اسم الهيئة مع المصدر الصريح. بنعمل ايه؟ في اسم الهيئة لو تشابه مع المصدر الصريح فبنجيب بعديه مضاف إليه أو نعت، لو سبناه لوحده هيبقى مصدر صريح، لو جبنا بعديه مضاف إليه أو نعت هيبقى اسم هيئة. زي لما بقول عاش عيشة يبقى ده مصدر ثلاثي، أما لو قلت عاش عيشة الواعي أو عاش عيشة عاش عيشة سعيدة يبقى ده بالنسبة لي هيبقى اسم مين؟ اسم هيئة. نفس الكلام في اسم المرة من الفعل غير الثلاثي، لما أخد كلمة زي كلمة استعانة، المصدر الصريح منها استعانة، فأصلا المصدر فيه تاء مربوطة، فعشان أجيب منه اسم مرة مش هينفع أحط تاء مربوطة تانية، فهنا برضو تشابه اسم المرة مع المصدر الصريح. طب نطلع من المشكلة دي إزاي؟ إن إحنا لو سبناها كده لوحديها هيبقى مصدر صريح، لو وصفناها بكلمة واحدة هيبقى اسم مرة، فلما أقول استعنت بالقاضي استعانة يبقى ده اسم مصدر صريح، ولو قلت استعنت بالقاضي استعانة واحدة يبقى هنا بالنسبة لنا ده هيكون اسم مين؟ اسم مرة. تمام يا شباب؟ ولكن عندي تنويه في اسم الهيئة من الفعل غير الثلاثي، أنا ممكن أجيب اسم هيئة من الفعل غير الثلاثي ولكن عن طريق المصدر الصريح زائد وصف، يبقى لما استخدم المصدر الصريح زائد وصف ده بسميه اسم هيئة، زي لما أقول استخرج استخراجا يبقى كلمة استخراج هنا بالنسبة لنا هيكون مصدر صريح. طب لو عايزها اسم هيئة أروح جايب بعدها وصف وهي بنفس شكلها، يعني هنبعد عن الكلام المكتوب ده، نجيب منها هيئة بس بنفس شكلها ونجيب بعدها مضاف إليه أو نعت، فنقول استخرج استخراج الفاهم أو استخرج استخراجا رائعا، يبقى أنا هنا وصفتها أو جبت لها مضاف إليه فحولتها من المصدر الصريح إلى اسم مين؟ إلى اسم الهيئة. ده الكلام عن اسم المرة واسم الهيئة. تعالوا نتحرك كمان لنوع آخر من المصادر أو أسماء المصادر، وهو الكلام عن المصادر الصناعية، ولكن خد نفسك وارجع كمل معانا. نرجع مع بعض نكمل المحاضرة بتاعتنا بعد ما تكلمنا عن الجزء اللي فات كله، نبدأ نتكلم استكمالا لأسماء المصادر. فتعالوا نتكلم عن المصدر الصناعي. المصدر الصناعي بمنتهى البساطة يا جماعة، الموضوع مش عايز أي تعقيدات، هو عبارة عن مصدر وبعديه كلمة إيه، أو مصدر وبعديه مشددة وتاء مربوطة، زي كلمة الحرية وكلمة التجارية وكلمة الصناعية وكلمة المسؤولية إلى آخره. ولكن المصدر الصناعي اللي آخره كلمة إيه ده لازم لا يعرب نعت ولا يعرب معطوف لنعت، يعني ما أقولش عليه نعت أبدا ولا أعربه معطوف لنعت أبدا، فلو اتعرب نعت أو اتعرب معطوف لنعت ما يبقاش مصدر صناعي، يبقى اسمه اسم منسوب بس بمنتهى البساطة. يبقى المصدر الصناعي زي ما بنقول هو مصدر زائد ياء مشددة وتاء مربوطة ولازم تكون زائدة. ليه بنقول كلمة زائدة؟ لما ناخد كلمة زي كلمة تنمية، تنمية آخره ياء وتاء مربوطة، بس معلش تنمية ده مصدر رباعي لأن الياء والتاء هنا مش زائدتين، ده الياء والتاء هنا أصليين في المصدر، المصدر نفسه هو تنمية، فما ينفعش بالنسبة لي يكون أصلا مصدر إيه؟ مصدر صناعي. فلما بقول هنا إن الحرية هامة، فين المصدر الصناعي؟ كلمة الحرية، الإعراب بتاعها هنا الإعراب بتاعها اسم إن، خلاص يبقى إعرابها مش نعت ولا معطوف لنعت، يبقى ده مصدر صناعي. وبرضو لما بقول إن النجاح والحرية مقترنان، النجاح هنا الإعراب اسم إن، كلمة الحرية هنا معطوف على كلمة مين؟ معطوف على كلمة النجاح اللي هي إعرابها اسم إن، فهنا معطوفة بس مش معطوفة على نعت، فعادي خالص مصدر صناعي برضو. ولكن الاسم المنسوب برضو آخره ياء مشددة وتاء مربوطة عادي في حالة التأنيث، ولكن بيعرب نعت أو معطوف لنعت، زي لما بقول إن التنمية التجارية هامة،
اعراب التجاريه هنا نعت الكلمه مين؟ التنميه. خد بالك التنميه ده مش مصدر لا اسم منسوب ولا مصدر صناعي، لا ده التنميه هنا مصدر رباعي لسه قايلها. فان التنميه التجاريه، لا التجاريه هنا اعرابها نعت، يبقى التجاريه هنا ما تنفعش تكون مصدر صناعي، ده اسم منسوب. ولما اقول ان الاعمال الجاده والانتاجيه يبقى هنا قرينتان او مقترنتان. اعراب الجد هنا المفروض ان الاعراب بتاعها نعت، فكلمه الانتاجيه هنا معطوفه على نعت اللي هو كلمه الجده، فده برضو اسم ايه؟ منسوب. الفرق ما بين الانتاجيه اللي هي معطوف هنا والحريه اللي فوق ان الحريه هنا مش معطوفه على نعت، فعشان كده ده مصدر صناعي. اما الانتاجيه هنا معطوفه على نعت، عشان كده قلنا عليها اسم ايه؟ اسم منسوب. ده المصدر الصناعي بمنتهى البساطه من غير رغي كتير، مش عايزين نطول فيه على الفاضي. تعالوا بقى نتكلم على صياغه اسم الزمان واسم المكان والمصدر الميمي. مبدئيا اسم الزمان او اسم المكان او المصدر الميمي فالثلاثه بيصاغوا نفس الصياغه، ولكن المعنى هو اللي بيفرق. فاسم الزمان يدل على زمن الفعل، زي لما اقول العصر مستقر الراحه، واسم المكان يدل على مكان الفعل، زي لما بقول البيت مستقر الراحة، فهنا اسم مكان. والمصدر الميمي ينفع اشيل المصدر الميمي واحط مكانه المصدر الصريح ولا يتغير المعنى، فبنقول استقريت على الامر مستقرا، ده مصدر ميمي. وينفع اشيل كلمة مستقرا واقول استقرارا، فاقول استقريت على الامر استقرارا او مستقرا، يبقى ده مصدر ايه؟ مصدر ميمي بمنتهى ايه؟ بمنتهى البساطة. طيب اول حاجة صياغة اسم الزمان والمكان أو المصدر الميمي من الفعل الثلاثي. بيصاغ من الفعل الثلاثي على وزنين، يا إما على وزن مفعل بفتح العين، يا إما على وزن مفعل بكسر العين. فأول حاجة يصاغ على وزن مفعل بفتح العين إذا كان معتل الآخر، زي لما أقول سعى مسعى، قضى مقضى، نوى منوى، كوى مكوى إلى آخره. فدايما ما دام الفعل بالنسبة لي معتل الآخر وثلاثي يصاغ على وزن مفعل. أما إذا كان معتل الأول صحيح الآخر، خد بالك لأن معتل الآخر دايما على وزن مفعل، ولكن إذا كان معتل الأول يعني أوله علة والنهاية بتاعته صحيح، فيصاغ على وزن مفعل، زي وعد موعد، وصل موصل، وزن موزن إلى آخره. طيب الفعل لو كان بالنسبة لي صحيح الأول والآخر، قال لي بنبص العين المضارع. يعني ايه كلمة بنبص العين المضارع دي يا شباب؟ لو انا اخدت بالي دلوقتي ومسكت كلمة زي كلمة رسمة، فرسم على وزن مين؟ رسم على وزن فعل. الفاء هنا قصاد مين؟ قصاد الراء. والعين هنا قصاد مين؟ السين. واللام هنا قصاد الميم. لذلك عين الكلمة في كلمة رسمة هو حرف مين؟ السين. طب لو انا هجيب المضارع هقول يرسم، فين عين المضارعة هنا؟ عين المضارعة او اسف عين الكلمة في المضارع هي عين الكلمة في الماضي. عين الكلمة في المضارع هي عين الكلمة في الماضي. فكلمة رسم عين الكلمة فيها السين، لما اجيب المضارع منها يرسم فبرضه تفضل عين الكلمة مين؟ السين. فقال لي إذا كان صحيح الأول والآخر، صحيح الأول والآخر، مضموم أو مفتوح عين المضارع يأتي على وزن مفعل، زي لما أقول ذهب المضارع منها يذهب، أدي عين المضارع اللي هو الهاء مفتوحة فتأتي على وزن مفعل فبقول مذهب. ورسم يرسم، أدي عين المضارع اللي هي السين مضمومة فتأتي على وزن مفعل فبنقول مرسم. أما لو كان صحيح الأول والآخر ولكن مكسور عين المضارع، صحيح الأول والآخر مكسور عين المضارع، يأتي على وزن مفعل، زي لما بقول هبط يهبط يهبط، فبقول له مهبط بالنسبة لنا. طيب عندنا بقى إذا كان صحيح الأول والآخر ولكن معتل الوسط، زي لما أقول كلمة زي كلمة قال، ولما أخد كلمة زي كلمة باع. قال لي أول خطوة أعملها إن أنا أجيب أصل الألف، وعرفنا من شوية بجيب أصل الألف عن طريق المضارع أو المصدر، فبقول قال يقول وباع يبيع، يبقى أنا جبت أصل الألف. فلو قال لي جبت أصل الألف ولقيت أصل الألف واو، يبقى يأتي على وزن مفعل وتفضل الألف زي ما هي، زي قال يقول، فيبقى اسم الزمان والمكان أو المصدر الميمي منها مقال وتفضل الألف زي ما هي. ولكن لو جبت أصل الألف ولقيت أصل الألف ياء، فتفضل الألف بالنسبة لي ياء زي ما هي، ويأتي على وزن مفعل، زي باع يبيع، أدي الألف هنا أصلها ياء فتأتي على وزن مفعل فتبقى مبيع، يبقى هو
صحيح الأول والآخر معتل الوسط وأصل العلة واو، زي قال يقول تبقى مقال. أو الصحيح الأول والآخر معتل الوسط وأصل العلة ياء فياتي على وزن مفعل، زي باع يبيع مبيع، ده الوزن بتاعها. طيب من غير الثلاثي، قال لي من غير الثلاثي يأتي عن طريق إن احنا بنجيب المضارع بعد كده نقلب حرف المضارعة من مضمومة ونفتح ما قبل الآخر، فبنقول استخرج يستخرج مستخرج، أعطى يعطي معطى، اختار يختار مختار، احتار يحتار محتار إلى آخره. وطبعا لو نلاحظ إن صياغته هنا من غير الثلاثي زيها زي اسم المفعول، أقول لك الكلمة اللي أنا قلتها في بداية الكلام عن المشتقات، إن سر المشتقات أو سر الحاجات دي كلها المعنى، فالمعنى هو اللي هيفرق ما بين الحاجة والتانية. ومن هنا بيجيني السؤال اللي جاي ده، بيقول لي صغ من كلمة اختار اسم فاعل اسم مفعول اسم زمان اسم مكان في جمل من عندك. أولا هنا بقول اختار يختار مختار، فهلاقي اسم الفاعل كل الصياغ اللي قدامي دي كلها تيجي على وزن مين؟ مختار، أو هتيجي على شكل مختار. فبعمل إيه؟ المعنى هو اللي يفرق. فاسم الفاعل يدل على من قام بالفعل، فلما بقول المعلم مختار الطالب، مين اللي اختار؟ المعلم، يبقى مختار هنا اسم فاعل. طب اسم المفعول يدل على من وقع عليه الفعل، فبنقول الجائزة مختارة، احنا اللي اخترنا الجائزة، يبقى ده اسم مفعول. طب اسم الزمان يدل على زمن الفعل، فقول العصر مختار الراحة، يبقى كده اسم زمان. طب اسم المكان يدل على مكان الفعل، فبقول البيت مختار الراحة، يبقى كده اسم ايه؟ اسم مكان. طب المصدر الميمي ينفع اشيله وحط مكان المصدر الصريح، فقول اختار الفارس طريقه مختارا، ينفع اشيلها واقول له اختار الفارس طريقه اختيارا، والمعنى برضو ما يتغيرش، فاصبح بالنسبة لي ده ايه؟ مصدر ميمي. وده كل الكلام عن المصادر واسماء المصادر، وكده بالنسبة لنا خلص الكلام عنهم. ولكن لسه الوحدة التانية بالنسبة لنا ما خلصتش، عندنا النهاية بتاعتها ان احنا هنتحرك مع بعض للكلام عن الاسماء الثلاثة، المقصور والمنقوص والممدود. ولكن خد راحة او خد لك كده بريك كده كويس، وارجع كمل معانا الكلام زي ما احنا ماشيين. بنرجع مع بعض نكمل الكلام بتاعنا تاني، خلاص بنقفل الوحدة التانية مع بعض، واحدة من الوحدات الطويلة. هنتكلم مع بعض ان شاء الله تعالى عن الاسم المقصور والاسم المنقوص والاسم الممدود، فيلا بينا على طول. تمام، ركز معايا. اولا لما نيجي نتكلم عن الاسم المقصور، الموضوع سهل جدا. الاسم المقصور هو عبارة عن اسم النهاية بتاعته الف، زي كلمة عصا وزي كلمة هدى الى اخره. والالف اللي مكتوبة في نهاية الاسم المقصور ممكن تكون الف واقفة زي ما انت شايفها كده، وممكن تكون الف نائمة زي كلمة هدى، يعني ممكن اكتبها كده او ممكن اكتبها كده. بس عايزك تبقى عارف نقطة مهمة يا جماعة، ان الالف او الاسم المقصور ده بينقسم لقسمين. القسم الاول مصرف. يعني ايه مصرف؟ يعني يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. والقسم الثاني ممنوع من الصرف. يعني ايه ممنوع من الصرف؟ يعني يرفع بالضم عادي وينصب ويجر بالفتحة. يبقى الممنوع من الصرف يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة. طب امتى يكون مصرف وامتى يكون ممنوع من الصرف؟ الموضوع بمنتهى البساطة، لو كانت ألف الاسم المقصور أصلية. هتسألني يعني ايه أصلية؟ أصلية يعني لما بكشف في المعجم بلاقي الألف موجودة، بس ممكن ألاقيها اتقلبت عن أصل، يعني اتقلبت لحرف تاني، فده بالنسبة لي بتكون كلمة مصرفة. أما الممنوع من الصرف ده لما باجي أكشف في المعجم ما بلاقيش الألف أصلا، فبستغنى عنها فبسميها ألف زائدة. يبقى المقصور المصرف هو ما كانت ألفه أصلية بلاقيها عند الكشف في المعجم، والمقصور الممنوع من الصرف هو ما كانت ألفه زائدة، يعني لما بكشف في المعجم ما بلاقيهاش، فالممنوع من الصرف هيجرب مين؟ بالفتحة. زي كلمة هدى، لو هكشف عنها أقول هادية، يبقى الالف هنا اصلية، يبقى كلمة هدى مصرفة. وزي كلمة مستشفى، المادة الكشفية بتاعتها شافية، يبقى برضو بالنسبة لنا هنا مصرفة. اما كلمة كبرى، المادة الكشفية بتاعتها كبرى، يبقى الكلمة دي بالنسبة لنا ممنوع من الصرف لان الالف هنا زائدة وليست اصلية. وزي كلمة سلمة، المادة الكشفية بتاعتها سلمة، يبقى برضو الكلمة هنا ممنوعة من الصرف لان الالف مين؟ زائدة. السؤال بقى انا عايز الخص عليك بقى، اهم حاجة لما بيجي يسألك ويقول لك خلي الاسم المقصور ده في المثنى او الجمع، خلي الاسم المقصور ده في المثنى او الجمع، هقول لك بمنتهى البساطة، لو لقيت نهاية الاسم المقصور الف واقفة اقلبها واو من غير ما تفكر، ولو لقيت النهاية الف نائمة
اقلبها ياء، يعني خليها ياء من غير ما تفكر. يبقى اهو عند تثنية المكسور وجمعه جمع مؤنث سالم، لما بخليه في المثنى او بجمعه جمع مؤنث سالم، لو الالف واقفة اقلب واو، زي كلمة عصا تبقى عصوان في حالة الرفع دي قلبتها واو، وعصوين في حالة النصب والجر ده في المثنى، ولو هجمعها جمع مؤنث سالم هقول له عصوات. اما لو الالف كانت واقفة اقلب ياء، يبقى الف واقفة اقلبها مين؟ ياء، زي كلمة هدى فقول له هديان وهديين في حالة المثنى، هديان لما بتكون مرفوعة وهديين لما بتكون منصوبة أو مجرورة، وفي حالة جمع المؤنث السالم بروح قايل له إيه؟ هديات. ولكن عند جمع الاسم المكسور جمع مذكر سالم، لما أجي أجمعه جمع مذكر سالم، عند جمع المذكر السالم تحذف العلة دائما. يبقى في حالة جمع المذكر السالم هعمل إيه؟ هحذف العلة دائما، زي كلمة رضا هقول له راضون وراضين، أدينا حذفت العلة اللي هي الالف اللي في الاخر، فاصبحت راضون وراضين. طبعا رضا المفروض ان هي على وزن فعل، فالالف هنا قصاد اللام، فلما حذفتها فلما اوزن كلمه راضون وراضين فتبقى على وزن فعون وفاعين بالتخلص او بحذف اللام منها. عندي سؤالين جمال كده على الاسم مين المكسور قبل ما نروح لاي حاجه. لما بيقول لي هنا مررت بمستشفى كبرى، حدد علامه اعراب مستشفى وكبرى. عشان احدد العلامه لازم اشوف كلمة مستشفى دي مصرفة ولا ممنوعة، هروح جايب المادة الكشفية بتاعتها، المادة الكشفية بتاعتها شافية، يبقى الكلمة هنا مصرفة، يبقى كلمة مستشفى هنا هتكون اسم مجرور وعلامة جره الكسر عادي خالص. ولكن كلمة كبرى المادة الكشفية بتاعتها كبرى، فهنا بالنسبة لنا الالف زائدة، يبقى كبرى هنا ممنوعة من الصرف، فكلمة كبرى هنا هتكون نعت مجرور وعلامة جره الفتحة لانه ممنوع من الصرف، فخد بالك من سؤال زي ده كويس جدا. وهنا برضو لما اقول سمعت عن هدى انها مشيت على هدى من الله، حدد علامة اعراب هدى في الاثنين. الاولى سمعت عن هدى، فده اسم بنت، بنت اسمها هدى، معنى كده ان ده علم مؤنث، والعلم المؤنث ممنوع من الصرف. العلم المؤنث ممنوع منين؟ من الصرف. يعني ايه ممنوع من الصرف؟ يعني هيجرب الفتحة. فلما بقول عن هدى فده اسم مجرور وعلامة جره الفتحة لانه ممنوع من الصرف. ولكن هنا بقول سمعت عن هدى انها مشيت على هدى من الله، لا كلمة هدى بالنسبة لنا دي كلمة مصرفة عادية خالص، لان ده مش علم مؤنث، فهنا هتبقى على هدى اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. ده الفرق ما بين الاتنين، وده الكلام عن الاسم مين المكسور. تعالوا مع بعض نتحرك للاسم التاني وهو الاسم المنقوص. احنا قلنا مع بعض ان الاسم المكسور بتكون النهاية بتاعته الف سواء واقفة او نائمة، اما الاسم المنقوص فبتكون النهاية بتاعته ياء، زي كلمة قاضي وزي كلمة سامي الى اخره. بس خد بالك في التعريف معلش، الاسم المنقوص عبارة عن اسم معرب، يعني ما ينفعش الاسماء المبنية، وهكذا الاسم الممدود، وهكذا ايضا الاسم المكسور ما ينفعش الاسماء المبنية زي اسماء الاشارة والاسماء الموصولة والكلام ده. فهو اسم معرب اخره ياء اصليه. يعني ايه اصليه؟ يعني موجوده في ماده فعله. فلما باخد كلمه زي كلمه قاضي الماضي بتاعها قضى ياء، فهي موجوده في ماده فعله او موجوده لما باجي اكشف في المعجم، فسميتها ياء اصليه. وهذه الياء غير مشدده، ما ينفعش يكون عليها شده. فكلمه زي كلمه مسعي وكلمه زي كلمه مقضي، فالياء هنا مشدده، فلو كانت الياء مشدده ما يبقاش اسم منقوص، يبقى لازم الياء تكون غير مشدده، ولازم الياء يكون ما قبلها مكسور، يكون اللي قبل الياء مكسور، زي كلمه قاضي الضاد هنا مكسوره. اما لما اخد كلمه زي كلمه راي، لا الهمزه بالنسبه لنا هنا ساكنه، فده ما يبقاش اسم منقوص، يبقى لازم تكون الياء غير مشدده، ولازم يكون اللي قبل الياء مكسور. لو تحقق الشرطين دول يبقى بالنسبه لي ده اسم ايه؟ منقوص، زي كلمه الساعي. خد بالك احنا قلنا الكلام ده واحنا بنشرح اسم الفاعل، وجبناها برضو واحنا شغالين في المصادر. ما دام النهايه ياء وما قبلها مكسور، ففي حالات بحذف الياء، وفي حالات الياء بتكون موجوده، ولما بحذف الياء بعوض عنها بتنوين بالكسر. وقلت لك الياء بتكون موجوده بنقول تعريف نصب. الياء بتكون موجوده امتى؟ تعريف نصب، يعني لو الكلمه معرفه بال الياء بتكون موجوده، ولو الكلمة معرفة بالإضافة الياء بتكون موجودة، ولو الكلمة منصوبة الياء بتكون موجودة، زي كلمة الساعي أهي معرفة بأل،
فالياء موجودة. وزي ساعي البريد اهي معرفة بالإضافة فبرضو الياء موجودة. وزي ساعيا اهي منصوبة فبرضو الياء موجودة. ولكن بحذف الياء وعوض عنها بتنوين بالكسر في حالة لو الكلمة كانت نكرة مرفوعة أو مجرورة، نكرة مرفوعة أو مجرورة، فبقول له ساع قاض إلى آخره في حالة الرفع والجر. قلنا الكلام ده بالتفصيل. طبعا لما باجي أسني وأجمع الاسم المنقوص جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم الموضوع سهل. لما أجي أسنيه وأجمعه جمع مؤنث سالم ما بعملش أي تغيير. ولو أنا حذف الياء زي كلمة قاض برجعها تاني، فهو تبقى الياء وتضاف أحرف التثنية وجمع المؤنث السالم عادي خالص. زي كلمة قاض أرجع الياء فأقول له قاضيان في حالة الرفع، أو قاضيين، خد بالك باتنين ياء من غير شدة، اوعى يحطها لك في الامتحان بشدة وتختارها، باتنين ياء من غير شدة، فبقول قاض قاضيان في حالة الرفع وقاضيين في حالة النصب والجر. ولما أجمعها جمع مؤنث سالم أقول له قاضيات. أما جمع المنقوص جمع مذكر سالم أنا كده كده ثبتت لك قاعدة، قلت لك في حالة جمع المذكر السالم تحذف العلة دائما، زي لما قلنا رضا راضون، برضه في الاسم المنقوص في حالة جمع المذكر السالم بنحذف العلة، فبنقول قاضي نحذف العلة أصلا، فبنقول قاضون وقاضين، مش العلة المفروض كانت قصاد اللام في مادة فعلة، فهنا أصبحت كلمة قاضون على وزن فاعون بحذف اللام بتاعت فعلة، أو على وزن فاعين. طبعا هنا قاضون في حالة الرفع وقاضين في حالة النصب والجر. خد بالك قاضين بياء واحدة ده جمع مذكر سالم، أما قاضيين باتنين ياء ده مثنى، وخد بالك باتنين ياء من غير شدة زي ما قلت دلوقتي. هنا بيديني سؤالين عشان يأكد المعلومة، بيقول هنا حدد الاسم المنقوص كلمة رأي. لا ده مش اسم منقوص لأن اللي قبل الياء مشدد، الهمزة هنا ساكنة فده مش اسم منقوص. كلمة عدي، الياء هنا مشددة فده مش اسم منقوص، لازم الاسم منقوص تكون الياء غير مشددة مكسور ما قبلها. كلمة مساعي، مساعي العين هنا بالنسبة لنا مالها يا شباب، مكسورة يعني ما قبل الياء مكسور وهنا الياء غير مشددة ففعلا ده اسم منقوص. كلمة مقضي، لا الياء هنا مشددة فده مش اسم منقوص، لازم الياء تكون غير مشددة. هنا بقى جايب لي سؤال جميل جدا، بيقول لي ادخل على الجملتين التاليتين ان، ركز معايا كده وبالراحة واحدة واحدة. الاولى ان، بيقول لي هنا لفي المدرسة قاض، هنيجي ندخل ان، فهقول له ان بمنتهى البساطة. خد بالك ان ما ينفعش تشترك مع علامة التوكيد بعديها، دي بسميها علامة التوكيد عشان اقدر احذفها، فاقدر اقول في المدينة او في المدرسة قاض، فدي بسميها علامة التوكيد. لما هاجي ادخل ان، اللام دي ما ينفعش تيجي بعد ان، فببدا ان انا ابعدها واوديها لاسم ان المؤخر اللي هو كلمه قاضي، فتبقى ان في المدرسه، واجي عند كلمه قاض هنا هتبقى لقاضيا بالشكل ده، تمام؟ لقاضيا، برجع الياء واحط تنوين بالفتحه عشان اسم ان مؤخر منصوب. طب ان لفي المدينه جوار، هروح قايل له ان وفي المدينة هتنزل زي ما هي، وهرمي اللام دي عند الاسم اللي هو كلمة جواري. بس هستنى، كلمة جواري المفروض ان هي هنا جمع ايه؟ صح كده، جمع تكسير. في النص في كلمة جواري هنا ألف، وبعد الألف حرفين المفروض اللي هي راء وياء، فمدام جمع تكسير في نص ألف وبعدها حرفين، إذا الكلمة دي ممنوعة منين؟ ممنوعة من الصرف. الكلمة دي مالها؟ ممنوعة منين؟ ممنوعة من الصرف. معنى ان هي ممنوعة من الصرف يعني مش هيظهر عليها تنوين، فهبدأ اقول له ايه؟ ان في المدرسة لجوارية بالشكل ده، فبكتب له ياء وعليها فتحة وما بحطش التنوين. ليه بكتب الياء؟ لان الكلمة هنا منصوبة وفي حالة النصب بتكون موجودة. طب ليه ما بكتبش تنوين؟ لان كلمة جواري هنا ممنوعة من الصرف، والممنوع من الصرف لا يظهر عليه تنوين. يبقى خد بالك الفرق ما بين المثال الاول والمثال الثاني، وانا عملت قبل كده فيديو شورتس كده هتلاقيه ان شاء الله تعالى في قائمه تركات لغويه اللي بنزلها على قناه اليوتيوب. لو انت بتسمعني في المراجعه حاليا ارجع للقائمه دي، هتفيدك بشكل كبير جدا جدا جدا، فيها كتير من التريكس اللي احنا بنتكلم عنها خلال المحاضره دي، تمام؟ كده اتكلمنا عن الاسم المنقوص
واتكلمنا عن الاسم المقصور. الاسم الممدود بالنسبة لنا او تالت اسم بالنسبة لنا هو الاسم الممدود. اولا يعني ايه اسم ممدود؟ نفس الكلام، هو عبارة عن اسم معرب، يبقى لا ليه علاقة بالافعال وما ليش علاقة طبعا بالكلمات المبنية، انا بتكلم عن المعرب بس. ولكن الاسم الممدود ده بتكون النهاية بتاعته الف، اسم ممدود ده نهايته مين؟ الف. وقبل الالف دي وهذه الالف بتكون ثالثة، يعني الالف دي بتكون الحرف الكام؟ الثالث. وبعد هذه الالف همزة. يعني انا عندي واحد اتنين، بتكون الالف هنا الحرف الثالث وبعدها همزة او اكتر من ثلاثة، زي لما اقول كلمة زي كلمة سماء ادي الالف هنا الحرف الثالث، او زي لما اقول كلمة زي صحراء ادي الالف هنا الحرف الرابع، يبقى الممدود اخره الف. بعد هذه الالف مين يا شباب؟ بعد هذه الالف همزة، تمام؟ والالف دي بتكون ايه؟ ثالثة فما فوق. خد بالك معلومة كمان، ان هذه الالف بتكون زائدة، واتفقنا مع بعض ان معنى كلمة زائدة ان انا لما اجي اكشف في المعجم ما بلاقيش الالف دي اصلا، تمام؟ لذلك لما بنيجي عند كلمة زي كلمة ماء فده بالنسبة لنا مش اسم ممدود. ليه كلمة ماء مش اسم ممدود؟ لان الالف هنا الحرف الكام؟ الحرف رقم اتنين. ركز معايا بقى، الاسم الممدود في نوعين، في نوع مصرف وفي نوع ممنوع من الصرف. وعارفين مصرف يعني يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجرب الكسرة، وممنوع من الصرف معناها ينصب ويجرب مين؟ ينصب ويجرب الفتحة. طب ايه هو النوع المصرف؟ النوع المصرف اللي هو همزته اصلية، يعني لما بجيب الماضي بلاقي الهمزة موجودة، او اللي همزته منقلبة، يعني لما بجيب الماضي بلاقي الهمزة اتقلبت عن حاجة، فده بسميه عندي مصرف. زي لما اخد كلمة زي كلمة قراء، الماضي منها قرأ، ادي لما جبت الماضي لقيت فيه همزة فأصبحت هنا سميت الهمزة هنا أصلية. طب كلمة سماء الماضي منها سما، وكلمة بناء الماضي منها بنا، فألاحظ أن الهمزة هنا اتقلبت عندنا الألف. طبعا بنجيب أصل الألف عن طريق المضارع أو المصدر، فبنلسم من سماء المضارع هو يسمو، فالألف هنا أصلها واو، وبنا المضارع منها يبني، فالألف هنا أصلها مين؟ أصلها ياء، فأصبحت الهمزة في كلمة سماء منقلبة عن أصل وهو الواو، والهمزة في كلمة بناء منقلبة عن أصل وهو ياء. وفي الحالتين سواء كانت الهمزة أصلية أو منقلبة عن أصل فالهمزة بالنسبة لنا أو بتكون الكلمة بالنسبة لنا مصرفة، يعني ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجرب الكسرة. أما ثالث نوع من أنواع الهمزات وهي الهمزة الزائدة للتأنيث، يعني بتكون همزة زيادة في الكلمة، يعني لما بكشف في المعجم ما بلاقيش الهمزة، زي كلمة صحراء لو كشفت عنها أقول صحراء فالهمزة مش موجودة، وكلمة حسناء حسنة برضو الهمزة مش موجودة، وكلمة علماء علمة لما اجي اكشف عنها برضو الهمزة مش موجودة، فبسمي الهمزة هنا زائدة للتأنيث، وده بالنسبة لنا بيكون ممنوع من الصرف، يعني بيجر بالفتحة، يعني بيجرب مين؟ بالفتحة. اللي يهمني دلوقتي هو تسنية الكلام ده وجمعه. بص يا جماعة، اولا اذا كانت الهمزة اصلية عند التسنية والجمع تبقى همزة، يبقى الهمزة الاصلية لما اجي اسني واجمع تفضل همزة، فبقول كلمة قراء المثنى منها قرآن في حالة الرفع، وقرأين في حالة النصب والجر، وقرؤون لما بجمعها جمع مذكر سالم مرفوع، وقرئين لما بجمعها جمع مذكر سالم منصوب، وقرآت لما بجمعها جمع مؤنث سالم. أما الهمزة الزائدة للتأنيث اللي هي لما بجيب الماضي مش بلاقي الهمزة أصلا، فعند التثنية والجمع تقلب هذه الهمزة إلى واو، يبقى لو جبت الماضي لقيت فيه همزة أو تفضل الهمزة همزة عند التثنية والجمع، ولو جبت الماضي ما لقيتش فيه أصلا همزة بقلب الهمزة دي الواو، زي كلمة صحراء فبقول للمثنى منها صحراوان في حالة الرفع، وصحراوين في حالة النصب والجر، ولو هجمعها هجمعها على صحراوات، وطبعا ما ينفعش أن أنا أجمعها جمع مذكر سالم لأن بقول عليها همزة زائدة للتأنيث، يبقى متبقى عند الهمزة مين؟ الهمزة المنقلبة. قال لي الهمزة المنقلبة الميزة بتاعتها يجوز، يعني ينفع ان انا اقلبها همزة وينفع ان انا اخليها واو، يبقى الهمزة المنقلبة الاثنين صح، فينفع اقول بناءان وينفع اقول بناوان سواء بالهمزة او بالواو، ينفع اقول سماءان ينفع اقول سماوان، ينفع اقول سماءات ينفع اقول سماوات، ودي القاعدة بتاعة الاسم الممدود. يبقى الهمزة الاصلية تقلب همزة، الزائدة للتأنيث تقلب الى واو، والهمزة المنقلبة يجوز ان تبقى همزة ويجوز ان تقلب الى واو. خد عندي سؤالين هنا جمال جدا قبل ما اخلص الكلام عن الاسم الممدود. بيقول الاسم الممدود فيما يلي، اول حاجة كلمة هؤلاء
لا دي ما تنفعش اسم ممدود لانها اسم مبني هنا، اسم اشاره مبني، والاسماء المبنيه مش اسماء ممدوده او ما تنفعش تكون اسماء ممدوده. كلمه ماء ما تنفعش تكون اسم ممدود لان الالف هنا الحرف الثاني، وهكذا كلمه باء ما تنفعش تكون اسم ممدود، اما كلمه صحراء هنا فده اسم ممدود عادي خالص. بيقول لي هنا مررت بسماء وصحراء، حدد علامه اعراب كلمه سماء وكلمه صحراء. طبعا سماء هنا الماضي منها سما، فالهمزه هنا منقلبه، يبقى هنا دي كلمه مصرفه عاديه خالص، فكلمه سماء هنا اسم مجرور وعلامه جره الكسره. اما كلمه صحراء الهمزه بتاعتها زائده للتانيث، فمعنى كده ان هي ممنوعه من الصرف، يعني تجرب الفتحه. الواو هنا حرف عطف، صحراء هنا معطوف مجرور وعلامه جره الفتحه، لانه ممنوع منين؟ ممنوع من الصرف. ده كان الكلام عن الاسم الممدود بشكل تفصيلي. هناخد مع بعض دلوقتي اخر درس موجود في الوحدة الثانية، وهو اشهر الافعال الملازمة لبناء المجهول. من غير ما ناخد فواصل ولا اي حاجة نقفل الوحدة مع بعض. اولا الدرس ده بسيط جدا ما فيهوش اي مشكلة. هو بيقول لي ان انا عندي افعال، احنا عارفين ان بعد المبني للمجهول يعرب نائب فاعل، زي لما اقول كتب الصيام يبقى الصيام هنا نائب فاعل. بيقول لي خد بالك انا عندي افعال شكلها شكل المبني للمجهول، شكلها شكل المبني للمجهول، ولكن اللي بعديها يعرب فاعل وليس نائب فاعل. يبقى الافعال اشهر الافعال الملازمه لبناء المجهول مالها؟ شكلها شكل المبني للمجهول، ولكن اللي بعدها يعرب فاعل وليس نائب فاعل. طب مين الافعال دي؟ اولا كلمه حمى يعني اصيب بالحمى، فبقول حمى الرجل، يبقى الرجل هنا فاعل مش نائب فاعل. وكلمه فلج يعني اصيب بالفالوج، وهو لا قدر الله يعني الشلل يعني. وكلمة امتقع وانتقع، ودول معناهم تغير لونه، فبيقول لي هنا انتقع لونه، لونه هنا الإعراب بتاعها فاعل وليس نائب فاعل. وكلمة جنة بمعنى أصيب بالجنون، جن الرجل فاعل برضه. وكلمة غمة بمعنى اختفى، غمة الهلال بمعنى أخفي علينا، فالهلال هنا برضه فاعل. أما وكلمة ثلج بمعنى ثلج فؤاده، بمعنى اطمأن فؤاده، برضه فؤاده هنا تبقى فاعل. وكلمة أغمية يعني أصيب بالإغماء، وزكم بمعنى أصيب بالزكام، وزهي ودهش وسل بمعنى أصيب بالسل، وهو مرض يعني مرض اللي هو الكحة بشكل مبالغ فيه أو أيا كان يعني. طبعا ده مرض كان منتشر بيجي بسبب الأتربة والكلام ده، يعني موضوع مش هنشرح فيه، ولكن هنا كلمة سل برضو من أشهر الأفعال الملازمة للبناء للمجهول. بعد الأفعال دي يعرب بالنسبة لنا فاعل وليس نائب فاعل. فهنا يا شباب لما يجي يقول لي، ركز معايا سؤال، حمى الرجل، الرجل هنا الإعراب بتاعها فاعل، أما لو قال لي قتل الرجل، لا قتل هنا مبنية للمجهول ومش من أشهر الأفعال المبنية للمجهول، فأصبحت الرجل التانية هنا الإعراب بتاعها نائب فاعل. وبيقول له خد بالك إن بعد الأفعال دي يعرب نائب فاعل، يبقى بعد الأفعال اللي قدامنا دول يعرب فاعل، أما بعد الأفعال دي يعرب نائب فاعل. من هي؟ توفي، فلما أقول توفي الرجل، الرجل هنا عربها نائب فاعل. احتضر واستشهد، احتضر الجندي او استشهد الجندي، الجندي عربها نائب فاعل. وبعد الفعل يعد، وبعد الفعل يعتبر، يسمى، يولد، يوجد، يقال، بعد كل هذه الافعال يعرب نائب فاعل. اما اللي فوق دول بنسميها اشهر الافعال الملازمه لبناء المجهول، واللي بعدها يعرب فاعل وليس نائب فاعل. كده وبفضل من ربنا وصلنا لختام ونهايه الوحده الثانيه في النحو. حاولنا ان احنا نلخصها باقل وقت ممكن ولكن باكثر معلومات ممكنه، بحيث ان احنا ان شاء الله تعالى او الحمد لله ما نسيبش ليك اي معلومه غير ونكون اتكلمنا عنها. ولكن طبعا انت عارف دايما احنا مش بنحب نسيبك غير بعد ما ناكد كل حاجه هنتكلم عنها. فهننتقل دلوقتي ان شاء الله تعالى ونكمل المحاضره بتاعتنا باجابه مجموعه من الامتحانات كبيره جدا جدا على الوحده الثانيه في النحو. فيلا بينا ونقول بسم الله.